بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وهذه التغطيه الخاصه هنا من استديوهات قناه الاهلي لاستقبال بعثه فريق النادي الاهلي للكره الطايره رجال بعد الفوز بالبطوله الافريقيه للكره الطايره اول امس على حساب الترجي التونسي بنتيجه 3 أشواط مقابل شوط. انجاز جديد وسلسله انجازات عديده لفريق الكره الطايره رجال في الفترات الاخيره، وتحديدا هذا العام بالفوز بالبطولة الإفريقية رقم 15، بطولة جديدة تضاف إلى سلسلة دولاب بطولات النادي الأهلي تحديدا في لعبة كرة الطائرة. والفترة الأخيرة ألعاب الصالات على المستوى الإفريقي يمكن تسير بشكل جيد. إنجاز فريق كرة اليد الفوز بكأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك امبارح، الفوز في السيمي فاينال على بطل كوت ديفوار، والوصول للمباراة النهائية غدا أمام المنافس التقليدي فريق نادي الزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، إنجاز فريق الطايرة والفوز ببطولة إفريقيا للرجال على حساب الترجي التونسي مستضيف هذه البطولة التي أقيمت في تونس على مدار 10 أيام في الفترة السابقة. أيضا كمان إنجاز فريق السلة والفوز بدرع دوري السوبر على حساب الاتحاد السكندري أول أمس. إنجازات عديدة وإنجازات طيبة، وبالتأكيد الفرحة والسعادة على كل وجوه الأهلوية في كل مكان في الفترات الأخيرة، وربنا يكلل ده بالنجاح في الفترة الأخيرة بإذن الله، وفي نهاية هذا الشهر بالفوز بدوري أبطال إفريقيا لفريق الكورة كمان بإذن الله في نهاية هذا الشهر في شهر مايو الجاري. النهاردة التغطية هتكون مستمرة، وبالتأكيد هنرصد لكم بالصوت والصورة كل الأخبار والكواليس واللقطات الحية من مطار القاهرة الدولي في استقبال بعثة فريق النادي الأهلي القادمة من تونس بعد الإنجاز الطيب، وإسعاد كل الأهلوية بشكل خاص والشعب المصري بشكل عام بعد تحقيق بطولة جديدة والفوز بالبطولة الإفريقية للكرة الطايرة رجال. إنجاز النادي الأهلي في حد ذاته مش إنجاز فقط في الفوز بالبطولة ورقم جديد بيضاف إلى سلسلة الإنجازات بالبطولة رقم 15، ولكن كمان من ضمن الإنجازات العديدة اللي تحققت في الفترة الأخيرة إنك وسط ما أنت بتواجه بعض المشاكل التنظيمية المتعلقة بالنشاط المحلي بالنسبة للكرة الطايرة وتعديل اللوائح، وبالتالي ده تسبب في خسارة الدوري والكاس بسبب تعديل اللوائح والتعاقد مع صفقات أخرى لبعض الفرق المنافسة، وبالتالي أصبحت المنافسة هنا فيها إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، بتثبت اللي أنت جدير بالفوز بالبطولات المحلية في السنوات السابقة، وبتأكد ده النهاردة وانت راجع من تونس وفايز بالبطولة الإفريقية بنفس القوام اللي انت شاركت بيه في الدوري والكاس. إذن انت عندك قوام ولاعبين على أعلى مستوى، اللي ما قدرتش تفوز بهم بالدوري والكاس نتيجة الظروف اللي بتكلم عليها، لكن قدرت وسط الظروف الصعبة بنفس الكواليتي اللعيبة وبنفس قائمة اللاعبين بقيادة الكابتن محمد مصلحي ميدو المدير الفني ترجع من تونس وانت فايز بالبطولة الإفريقية. طيب قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقة وقبل ما اتكلم في التغطية الخاصة في البداية، بنعي طبعا بالتأكيد يعني اللواء سراج الدين او اللواء سراج الدين بالتأكيد يعني والد الكابتن او المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وفاته المنية صباح اليوم، خالص التعازي للمهندس محمد سراج الدين في وفاة والده، أحر التعازي والمواساة للأسرة، وربنا يتغمده بواسع رحمته بإذن الله. طيب أدخل في تفاصيل الحلقة النهاردة، يمكن معانا 2 من الضيوف في التغطية الخاصة، الكابتن رضا الغزالي نجم الأهلي السابق للكرة الطايرة والناقد الرياضي الأستاذ سامي عبد الفتاح، هيكونوا ضيوفنا النهاردة في التغطية الخاصة للحديث عن إنجاز فريق الطايرة بالتأكيد بعد الوصول من تونس إن شاء الله. الطيارة بإذن الله هتصل حوالي الساعة 4 من عصر اليوم، هيكون في تغطية من مطار القاهرة الدولي لكل التفاصيل المتعلقة بوصول فريق الكرة الطايرة رجال. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نبدأ تغطيتنا الخاصة وكل الأخبار والكواليس المتعلقة بعودة فريق الطايرة من تونس بعد إنجاز والفوز بالبطولة الإفريقية أول أمس على حساب الترجي التونسي. بتشجعنا وبتقوينا
اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما انتم عارفين بالتاكيد هيكون معانا تغطيه خاصه بالنسبه لاستقبال فريق الكره الطايره رجال بعد الفوز بالبطوله الافريقيه للكره الطايره في تونس على حساب الترجي التونسي بثلاثه اشواط مقابل شوط. انتصارات مميزه جدا لفريق الطايره، ويمكن الفريق متمرس على الانجازات المحليه والقاريه في السنوات الاخيره، وزي ما بيطلق عليه دايما فريق الماسترز في الفتره الاخيره، قدروا يحققوا انجاز طيب بقياده الكابتن محمد مصلحي ميدو المدير الفني. طيب بالتاكيد عندنا تفاصيل اكتر، لكن في البدايه عايز ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الناقد الرياضي الاستاذ سامي عبد الفتاح. استاذ سامي منور الدنيا واهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ محمد، وتحيه خاصه لكل فرقنا ابطال السله والكره الطايره، بإذن الله إن شاء الله نفرح بكرة القدم كمان والنهائي الجميل، وأنا سعيد بوجود وجودي في هذه الحلقة بالتحديد تكريما لأبطالنا في كرة الطائرة. طيب برضو برحب بأحد نجوم الكرة الطائرة في العصر الذهبي وفي فترة أو بداية فترة الثمانينات، يعني موسم 79-80 وفترة طويلة جدا من الإنجازات الطيبة في فريق الكرة الطائرة رجال، الكابتن رضا الغزالي نجم النادي الأهلي السابق ومنتخبنا الوطني، منورنا ومشرفنا في هذه التغطية الخاصة. كابتن رضا منور الدنيا وأهلا بحضرتك. منور بيك يا محمد باشا، الله يخليك، وألف مبروك طبعا للفريق وألف مبروك للنادي وللجهاز، ويعني صراحة الواحد عنده يعني سعادة لا توصف. الحمد لله. الحمد لله، يعني وإن شاء الله يعني ربنا يكرمنا وتبقى التغطية جميلة كده ويفرحونا في كل المحافل إن شاء الله. إن شاء الله. عايز أكد كمان، زي ما الأهلي فاز بالسوبر الإفريقي لكرة اليد قبل أيام قليلة، وأول أمس كان إنجاز الفريق الكرة الطايرة بالبطولة الإفريقية والفوز بدوري السوبر، درع دوري السوبر لكرة السلة. بكره كمان باذن الله فريق النادي الاهلي هيلعب المباراه النهائيه، نهائي كاس الكؤوس الافريقيه امام المنافس التقليدي فريق نادي الزمالك باذن الله مساء غد الخميس، وان شاء الله النادي الاهلي يوفق في اضافه بطوله جديده لسلسله بطولات الاهلي في العاب الصالات. طيب كابتن رضا، بما اننا هنتكلم عن الكره الطايره فلازم ابدا بحضرتك واسالك على الانجاز اللي اتحقق في هذه البطوله، رغم الصعوبات اللي واجهها الفريق في الفتره الاخيره سواء في النشاط المحلي مباريات الدوري والكاس، لكن راح البطولة الإفريقية بدوافع مختلفة وتحدي إنه يرجع ببطولة قارية على حساب الترجي التونسي اللي بيستضيف البطولة في تونس. إحنا كنا هنا من يومين وكنا بنغطي تغذية الحل التحليل المباراة، فقلنا على نوزع المجهود ده ونوزع الفرحة دي، قلنا اللعيبة لازم تكون على قد المسؤولية، والبطولة دي بالنسبة لهم بطولة يعني دافع كبير ان هم ياخدوها يعوضوا بيها الخسارة اللي هي الدوري والكاس اللي هي حصلت. لكن هنا فيه نقطة اللي هي اللي احنا برضو قلنا عليها قبل كده، ان المجلس الإدارة وممثل فيه الكابتن محمود الخطيب، ودي حقيقة مش مجاملة، انه تاني يوم الخسارة من البطولة الكاس اجتمع بالجهاز واجتمعوا بالفريق كله، وانتوا زي ما فرحتونا قبل كده في السنوات السابقه فاحنا يعني متعشمين فيكم كويس وبندعمكم تجيبوا لنا البطوله الافريقيه. هو ده سر او ده مفتاح من وجهه نظري ومن وجهه نظر اللعيبه والجهاز، اداهم حافز قوي جدا وحمل عليهم مسؤوليه كبيره انه اللي احنا هنروح البطولة الأفريقية ديت والنادي كله ومصر كلها معانا وبتدعمنا رغم كل الصعوبات اللي هي فاتت اللي احنا هنتكلم عليها برضو لو هيجي هتيجي بالمناسبة ونتكلم عليها، لكن احنا نروح التركيز بتاعنا هناك في البطولة هو ده برضو كويس، احنا لمينا نفسنا كويس هناك كجهاز. كابتن ميدو طبعا يعني عنده خبرات، طبعا عنده خبرات وقدر ازاي بالهدوء وكان واضح عليه في المباراه، وده كانت اهم نقطه برضو في الراجل نديله حقه صراحه، يعني انه هادي مهما انفعلت اللعيبه ومهما انفعل المنافس طلع علينا كام بونت بيحاول يهديهم وباين عليه في 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 في, في الاشاره بايده يعني نهدى شويه، وبعدين التغييرات القليله تمام في التوقيت المهم هو ده برضه سبب طيب. ان شاء الله يعني. زي ما انتم شايفين مع حضراتكم اهو على الشاشه دلوقتي، يمكن دي لقطات النهارده من تحرك اللعيبه في فندق الاقامه في تونس قبل استقلال الطائره، والكلام ده كانت لقطات من صباح اليوم،
صباح اليوم الاربعاء في تونس قبل التحرك ان شاء الله الى مطار قرطاج، ثم التحرك الى القاهره، وخلاص يمكن بعد دقائق او اقل من نص ساعه ان شاء الله هيكون الفريق في مطار القاهره الدولي، ويصل باذن الله بسلامه الله بعد الفوز بهذه البطوله الافريقيه. طيب النقاد الرياضي الكبير الاستاذ سامي عبد الفتاح والكاتب الصحفي، عايز اسالك على فكره الكلام اللي قاله الكابتن رضا، ان الكابتن محمود الخطيب اجتمع مع اللعيبه بعد خساره الدوري والكاس واداهم دوافع بالنسبه للبطوله الافريقيه، ده اعتقد ما بين قوسين كده بيلخص الجمله الاساسيه اللي بتتقال في النادي الاهلي، الحساب في نهايه الموسم ده سر البطوله اللي حصلت مع في تونس مع جمهور كبير كان موجود، مع احترامنا لفرقه الترجي فرقه مش قليله، فيعني كان الثقه اللي خدها اللاعبين والجهاز الفني من الكابتن محمود الخطيب دليل اكيد على ان الفرقه تخطت الكبوه اللي كانت عندها في الدوري والكاس. فدي كانت موقف ذكي جدا من الكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي بصفه عامه في تاكيد الثقه في الجهاز الفني واللاعبين، لان يعني الاهلي بطل كره طايره من تاريخه من الثمانينات والسبعينات كمان، بطل مميز جدا، وانجازاته في ملاعب كره طايره لا تعد ولا تحصى، فبالتالي يعني كبوات يعني وارده جدا في الرياضه، وكابتن الخطيب ادرك هذا المعنى من في الدوري والكاس يعني المحلي، وقدر يحرك الطاقات من جديد عند اللاعبين والجهاز الفني، واللاعبين مميزين جدا وجهاز فني مميز جدا، وبالتالي يعني اللي حصل في تونس ده انجاز حقيقي. يعني يكفي ان اقول لك يا استاذ محمد ان الاهلي لعب 6 ماتشات ما خسرش الا شوط واحد، ده حقيقي، ده يعني انجاز مميز جدا، بالتالي انا شايف ان الاهلي يستحق البطوله عن جداره، مش مجرد يعني بيلعب مع الترجي وفي ملعبه وبس، لا ده انا استعرض مع حضرتك النتائج والماتشات. يعني الاهلي اولا 15 لقب، يعني الاهلي فاز بالبطوله الافريقيه للكره الطايره رجال لمره، دي المره 15، حتى اقرب المنافسين الصفاقسي التونسي 6 والترجي 5، 5 ألقاب، يعني مجموع الألقاب بالنسبة للصفاقسي والترجي أقل من عدد ألقاب الأهلي 11 لقب. لكن لو هستعرض معاك كابتن رضا نتائج الأهلي في البطولة، يعني نبدأ مع بعض المجموعة الأولى، النادي الأهلي كسب الأولمبي التونسي 3-0، 3 أشواط مقابل لا شيء، الأهلي فاز على فاب الكاميروني ب3 أشواط مقابل لا شيء، في الدور ثمن النهائي الأهلي فاز على جامعة مادادو ألابو الأثيوبي 3-0، الأهلي فاز في ربع النهائي على فريق الجمارك النيجيري ب3 أشواط مقابل لا شيء، في نصف النهائي الأهلي تفوق أيضا على ميناء دولة الكاميروني ب3 أشواط مقابل لا شيء، وفي الختام المباراة النهائية الأهلي فاز على الترجي التونسي ب3 أشواط مقابل لا شيء بقابل شوط واحد. وعايز أقول لكم الأهلي الشوط الأول كان متقدم والشوط الثاني كان متقدم، والشوط الثالث كان خلاص الأهلي على مقربة إن هو يحقق البطولة بدون خسارة أي شوط طوال البطولة، لكن ده الشوط الوحيد اللي الاهلي خسره والترجي التونسي فاز بالشوط ده، ثم الاهلي تدارك الموقف في الشوط الرابع وفاز بنتيجه 3-1 يا كابتن. مجمل البطوله، في نهايتها اصعب من بدايتها، البدايه اللي هي فرق برضو على المستوى، مش على قد المستوى بس يعني ماشي الحال زي ما بنقول كويس، برضو دول ابطال الدول بتاعتهم، فبرضو احنا مش بنبخس منهم في هذا الشيء، لكن انا كنادي اهلي المباراتين اللي هم السيمي فاينل والفاينل هم دول بالنسبه لنا هم ده اللي كان التحدي الكبير اللي احنا نقدر نوصل للي احنا فيه دلوقتي، اللي احنا ناخد بيه الكاس. تمام، مجمل عايز اقول ايه، ان فريق الترجي انت قلت حته جميله برضو ناخد من كلامك، فريق الترجي وفريق الصفاقس التونسي الالقاب اللي خدوها هم الاثنين جايبين 11 لقب، احنا النادي الاهلي جايب 15 لقب، يعني الناديين اللي هم احسن ناديين في تونس اللي هم بيمثلوا القوام المنتخب التونسي كله، انت احسن منهم برضو في مع الحاله اللي كانت بها اللعيبه والجهاز قبل السفر كانت وحشه، فاحنا اللي احنا نوصل كده للنهائي ده
وناخد البطولة دي، هو ده الكلام الجميل. ده اعداد نفسي يا كابتن. اعداد نفسي طبعا، اعداد نفسي وذهن، ضغوطات كبيرة جدا 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 جدا، لان هي مش فنيات بس اعتقد، لا 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 جزء نفسي مهم جدا للاعداد بجانب الفنيات. وبعدين انت فرقة تونس دي، انت بتلعب فرقة منتخب تونس، الترجي ده معظمه زي ما انت 70-80% من منتخب تونس، زي ما احنا عندنا نفس الكلام، بس احنا متفوقين عندنا بعناصر، نقول السنتر بلوك احسن سنتر بلوك موجود عندنا في مصر وافريقيا كلها. وعندنا محمد عادل خد احسن سنتر بلوك، محمد عادل دوله دوله طبعا خد سنتر بلوك جميل، وعند احمد سعيد، عندنا احمد صلاح واخد برضو احسن لاعب مركز اثنين، خدها احمد صلاح واخدها اربع مرات على مستوى ال 15 لقب في افريقيا. يعني انت واخد على المستوى الافريقي، انت واخد احسن لاعب في افريقيا اربع مرات، رغم ان ايه انت برضو نرجع كل شويه، ما ده مرتبط باللي قبليه، الموسم المباريات السابقه اللي احنا كنا قلنا فيها خساره، احلى كلام طلع في مصر كله، احنا شفنا والناس كبروا والناس عمل، ادي الناس الكبيره اهي، عبد الله واخد احسن معد. طب ما هو نفس هو اللي كان قبليها، ما قالوش ليه الراجل كبير وهو احسن معد واحسن ضارب واحسن ليبرو عندك في افريقيا، مش في مصر بس، في افريقيا. ده يدل ان انت عندك مجموعه مميزه جدا 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 في النادي الاهلي اللي هي بتخدم منتخب مصر. ثانيا نقول ان فريق التونسي احنا بالنسبه لنا المكسب ده بيساعدنا في المنتخب، في المنتخب في الفتره اللي جايه طبعا. انت هنا المنتخب التونسي كسب مصر هنا في مصر، ما طلعناش تاهلنا الاولمبياد، اخر دوره اولمبيه، اخر دوره اولمبيه هو اللي سافر، احنا خسرنا وكانت هنا في استاد القاهره تمام. فدي برضو يعني دفعه كويسه جدا للعيبه بتاعتنا، اللي انت كسبت تونس في تونس زي ما هم جم قبل كده كسبونا، عشان انت لما تيجي بعد كده تقابلهم بقى في المحافل الدوليه اللي هي العالميه، سواء كاس عالم سواء التصفيات الاولمبيات، تبقى انت عالي عليهم اكيد. تمام. طيب عايز اكلم مع حضرتكم وحضراتكم واتكلم على الجوائز اللي فاز بيها فريق النادي الاهلي في بطوله افريقيا. يمكن رجال طايره الاهلي سيطروا على جوائز الافضل في هذه البطوله وحصدوا خمس القاب. استاذ سامي، يمكن الاهلي حصد كابتن احمد صلاح على جائزه افضل لاعب، توج عبد الله عبد السلام بجائزه افضل معد، محمد عادل دوله جائزه افضل حائط صد مركز ثلاثه بالظبط، كمان زميله احمد سعيد خد جائزه افضل ضارب مركز ومحمد رمضان خد جائزه افضل ليبرو في البطوله. يعني ده يعني اربع مراكز من ده تتويج للقب نفسه، اللقب الافريقي، يعني خمس جوائز من احسن مراكز من للاهلي في من لعيبه الاهلي في مع اللقب، ده تاكيد على مكانه الاهلي، قيمته كبيره جدا في القاره الافريقيه، وانه فريق زي ما قال لك كابتن رضا يكاد يكون منتخب مصر، يعني مميز جدا. الاداء كان اكثر ممتع في النهائي، انا تابعته باشتياق عالي جدا، واسترجعت يعني مكانه الكره الطايره المصريه من سنتين ثلاثه. فبالتالي يعني خمس جوائز لاحسن معد واحسن ضارب واحسن ليبرو واحسن وافضل لاعب بلوك واحسن لاعب، ده ايه ده حاجه عجيبه جدا، يعني تاكيد على ان فرقه الاهلي دي كانت رايحه مستهدفه اللقب من مطار القاهره. وبالتالي يعني انا بقول بكرر ان اللي عمله كابتن محمود الخطيب مع هذا الفريق يكاد يكون طبعاً. ده سحر يعني طبعاً. يعني ان انت تحوله من حاله يعني قاسه شويه ومحبطه الى بطل بالشكل ده،
وبالارقام دي تمام. ده لازم نقول أكيد. تحيه للكابتن الخطيب وتحيه لمجلس الاداره والجهاز واللاعبين كلهم اكيد، وربنا ان شاء الله يوصل بطولاتهم اكيد. لسه عندنا تفاصيل اكتر في التغطيه الخاصه لوصول ابطال افريقيا للكره الطايره رجال، ولكن بعد الفاصل نرجع نتكلم على هذه الجلسه اللي تمت ما بين الكابتن الخطيب واللاعبين في الفترات السابقه، وهنستعرض معاكم قائمه الشرف لابطال افريقيا رجال كره الطايره في النادي الاهلي، كل ده ولكن بعد الفاصل. مستمرين مع حضراتكم بالتاكيد في التغطيه الخاصه لاستقبال فريق الكره الطايره رجال بعد الفوز بالبطوله الافريقيه ابطال افريقيا للكره الطايره بعد العوده من تونس باذن الله، وبالتاكيد راجعين بلقب جديد يضاف الى سلسله البطولات والارقام القياسيه اللي اتحققت في فرق الكره الطايره على مدار تاريخ النادي الاهلي، وهذه البطوله هي رقم 15. طيب كابتن رضا الغزالي هو احد النجوم الاجيال الذهبيه اللي شاركت في هذه الانجازات، لو هكلمك عن اللعيبه احنا قدامنا قائمه اللعيبه وقدام حضرتك بالتاكيد وانت عارفهم واحد واحد وعارف طبعًا. المراكز وكل طبعًا. التفاصيل طبعا طبعا. لو هتتكلم عن اللعيبه تقول ايه؟ هنقسم اللعيبه بقى شويه بقى تمام. نقسم في ناس صغيره وفي ناس اول مره تلعب وفي ناس خبره، نبدا بقى واحده واحده كده في يعني اللعيبة. في تدرج في المراحل السنيه في الفريق طبعًا. الاول موجود طبعا عندنا اثنين، عندنا واحد اول واحد محمد رمضان ده الليبرو الفريق، ده صغير في السن وواخد احسن ليبرو في البطوله الافريقيه صحيح، فدي دافعه كبيره جدا، عايزين نقول ان ده هيبقى مستقبل مصر قبل النادي الاهلي او النادي الاهلي قبل مصر. محمد رمضان، محمد رمضان طبعا من اللعيبه المميزين جدا، يمتاز بالدفاع الجيد، يمتاز بالاستقبال، وبيمتاز بالروح الحلوه بتاعته صراحه، هي دي برضو مؤثرة عليه اللي هي بتعليه فنيا، الحالة النفسية ما عندوش اللي هو تعرف اللعيبة المصريين اللي هم يزعل يلعب ما يلعبش ما يعملش، اللي احنا عندنا برضو في زميله محمد معوض ده من اللعيبة من أحسن لاس ليبرو في مصر وأفريقيا، خبرة والخبرة الكبيرة طبعا محمد معوض، لكن انت بيسلمه الراية وبينزله، ده بالنسبة لمحمد رمضان أكيد تمام. اللعيب الصغير الثاني الحسيني، الحسيني ده عبد الرحمن الحسيني لاعب ضرب المركز 4، يا سلام يا سلام يا سلام، زي ما انا قلت قبل كده ده مستقبل مصر والنادي الاهلي برضه، ده من احسن اللعيبه في الاستقبال والضريب، ويكفي اللي هو لعب اول بطوله افريقيه اهوت انديه وفي الكم في الصاله والكم الكبير من الموجود متواجد من الجمهور وما يخافش ولا يتاثر او بطوله افريقيه له مع النادي تمام، بس المنتخب هو لعب مع المنتخب ببطولات افريقيه، لكن انا بتكلم انت في الـ في الـ في الجو المشحون ده والاحداث السابقه كما قبل البطوله وتلعب وتبقى مميز في البطوله دي، اقل تقدير لك انت يا ابن الحلال ربنا يكرمك، وانت شهاده من مش مني بس من مصر كلها، امتياز امتياز امتياز. انا شايف كمان في نفس المركز معاه في احمد سعيد وفي الامريكي جاريس وفي كمان احمد عبد العال، يعني تمام نقول الامريكي ده المحترف ده طبعا، جاريس ده يحظنا وحش اللي هو اتصاب في اخر قبل البطوله في المباراه اللي قبل ما نسافر
فجهزوا جهاز الطب والفني يعني خليه متواجد معاه في الفريق ان هو يسافر على امل اللي هو بدا ينزله يستغله ميدو يستغله في فترات من المباريات على قد الايه ظروف المباراه. المباراه تمام والجهد بتاعه. احمد سعيد من اللعيبه طبعا التقال مميزين وواخد احسن ضارب في افريقيا. لاعب جيد لاعب ممتاز ممتاز جدا يعني ويمتاز بالجامب العالي بيمتاز بالضرب القوي والاستقبال والارسلات الجيده سبايك سيرف فهو حاجه من 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 اهم مميزاته الارسال والضرب القوي. نقول احمد عبد العال ده برضو لعيب مش صغير يعني لعيب من الخبره برضو يمتاز من القوة الضربة بتاعته كويس واخد برضو مشوار طويل مع اللعيبة في المركز 4. نقول مركز 3 في عبد الرحمن سعودي وفي محمد عبد المحسن وفي حليمه وفي حليمه وفي دولة عادل محمد عادل أحسن سناتر عندك في مصر وأفريقيا في مركز 3 في مركز 3 هم من النادي الأهلي. لا وعبه كمان يعني ما طبعا ما حليم حليم عبه طبعا عبد حليم طبعا تقلم باللغه كده المتداركه ما بين بيننا تقلم يعني ايه ان هو مباريات كتير والدوريات كتير سواء محليه او افريقيه او عربيه او دوليه فمن هنا بدا ياخد الخبره وياخد واللي احنا بنشوفه يعني النهارده عادل واخد احسن سنتر بلوك قبل كده حليم واخد برضو احسن سنتر بلوك يعني على المباريات السابقه واللي جايه لا احنا احسن. محسن لسه لعيب يعني اول افريقيه معانا مشارك لسه جاي من بره النادي. عبد الرحمن سعودي دي لاعب صغير في السن ومستقبل كويس جدا انا مرنته الولد دوت وعنده 19 سنه كنا جايبينه من الشرطه صغير وامل برضو مع الناس الصغيره اللي هو في الحاجه. طيب قبل ما نكمل باقي المراكز ارجع لحضرتك بس عايز برضو اشوف دور الاعلام والسوشيال ميديا في الفتره الاخيره يا استاذ سامي. الاهتمام بالعاب الصالات اصبح دلوقتي افضل كتير من الفتره السابقه على المستوى الاعلامي وده بقى ليه تاثير اكتر على شعبيه لعبه السله والطايره واليد حتى مع الجمهور. ده اكيد يعني في طبعا تنوع المنافس الاعلاميه و الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المتخصصة ده ساعد كثير على اهتمام بكل هذه الألعاب في فترة يعني نموذجية قصيرة جدا خلال 10 سنوات. قبل كده كانت المسألة منحصرة في ماتش فاينل أهلي زمالك في ولكن القنوات برضو كانت يعني مقصوره على حاجات معينه هي كانت قليله كمان طبعا وكانت محدوده جدا بس عايز اقول ان في عندي طموح ان يكون في اهتمام اكثر من كده وطبعا ظروف غياب الجماهير وفي الصالات بيديها روح يعني اخر حدث شفت فيه جمهور كان بطوله العالم اللي كانت كره اليد كانت في مصر كانت في استاد القاهره في صاله كان حكايه مش الاخيره اللي كانت بسبب الكورونا لا 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 قبلها لا قبلها في اول الالفينات فطبعا كانت حدث ضخم جدا فكان يعني الناس مشتاقه انها تشوف حاجه غير كره القدم وتحس بيها وفي نفس الوقت ده مجال انه يدي اللاعبين تمام او الناس امل في ان هم هو يلعب بيشارك في لعبه الناس كلها بتريحها خشوا المجال ده خش كره طايره خش سله خش تنس خش يعني كلمه العاب شهيده بقى عايزين نبطلها وندي كل الالعاب حقها تمام العاب القوه تمام كمان من الالعاب المهمه جدا اللي مش واخد حقها اعلاميا حتى الان. طب احنا عندنا كمان لعبه يعني داخلين على بطوله افريقيه وممكن يبقى انجاز جديد ان شاء الله. معانا على التليفون الكابتن حمدي الصافي ابرز واحد نجوم الكره الطايره في النادي طبعاً الاهلي طبعاً. والمدير الفني الحالي لفريق السيدات للكره الطايره واللي بيستعد كمان للبطوله الافريقيه في الفتره القادمه. كابتن حمدي مساء الخير على حضرتك وتحيات الكابتن رضا الغزالي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ سامي عبد الفتاح. مساء
اهلا وسهلا. طبعا تحياتي للكابتن رضا الغزالي، الكابتن الكبير طبعا وكابتن النادي الاهلي واحد اساطير النادي الاهلي في الكره الطايره، وتحياتي للاستاذ سامي طبعا منورين قناه الاهلي. اهلا وسهلا. طيب شفت بقى انجاز فريق الكره الطايره ازاي، وخلاص احنا بنتكلم في ايام قليله جدا وهتسافر عندك بطوله افريقيه ايضا من 21 ل 31 مايو. تمام. طبعا انجاز النادي الاهلي يعني الكره الطايره في النادي الاهلي دايما معودانا على الانجازات ومعودانا على تحقيق الارقام القياسيه. الحقيقه قبل الفرقه قبل ما تسافر يعني ناس كثيره شككت فيها بعد خساره الدوري والكاس، ولكن القريبين من الفرقه عارفين ان الفرقه دي تقدر تحقق انجازات، ورغم عدم الفوز بالدوري والكاس الا ان الفريق قدر يجمع نفسه بقياده الكابتن ميدو ملح الحقيقه، وقدر يثبت ان فريق كره الطايره فريق كبير بانجازاته. 15 بطوله على مدار تاريخ النادي الاهلي في البطوله الافريقيه ابطال دوري، ده رقم كبير، اقرب فرقه ليه تقريبا 6 بطولات. لا ارقام كبيره جدا بتتحقق للجيل دوت والاجيال السابقه. طبعا الحقيقه طبعا انا حابب برضو اكد على حاجه تانية خالص، الجزء ده طبعا يعني من اهم اسبابه اجتماع الكابتن الخطيب قبل ما يسافروا بالفريق في عز الانكسار والروح المعنويه اللي ما كانتش في اعلى مستوياتها، لانه اجتمع بالفرقه واكد عليهم واكد ان هو بيثق فيهم وبيثق في امكانياتهم وان هو مستني منهم البطوله. والحقيقه الفرقه كانت عند حسن الظن بيها وحققت البطوله طبعا، وهزمت سهل ان انت تكسب الترجي التونسي 3-1 على ارضه وسط جمهوره في نهائي بطوله قاريه، دي مش حاجه سهله الحقيقه يعني. اكيد. طيب الانجاز ده والبطوله اللي اتحققت مدى تاثيرها، ويبقى في دوافع اكتر لفريق الانسات ان شاء الله في البطوله الافريقيه في العشر الايام الاخيره من شهر مايو ان شاء الله. الحقيقه بص الـ 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 المكسب بتاع الولاد ده يعني ليه سلاح ذو حدين، نمره واحد حتى مسؤوليه كبيره علينا جدا ان احنا لازم نحقق ان شاء الله باذن الله نفس الانجاز. ثاني حاجه ان هو يعني صعب المهم علينا، لان انت تروح تجيب بطولتين ورا بعض في اقل من اسبوعين من تونس وسط جمهورها، ده محتاجه شغل كبير جدا ومحتاجه شغل قاسي ومحتاجه يعني تعب كبير جدا. فهم طبعا التوانسه هيبقوا مركزين قوي مع البطوله الجايه دي، ان ما ينفعش ان نمط والنادي الاهلي يجي ياخد بطولتين ورا بعض منهم، بس احنا ان شاء الله باذن الله البنات يعني مركزين قوي في التدريبات ومركزين وعندهم حافز كبير قوي ان شاء الله ان احنا نروح برضه نحقق نفس انجاز الولاد ان شاء الله. احنا قدامنا على الشاشه اهو يا كابتن حمدي يمكن لقطات من اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع فريق الرجال وفريق الانسات في الفتره الاخيره وتحديدا في شهر رمضان داخل النادي الاهلي، والجلسات دي كان ليها دور كبير جدا في شحن الهمم كده والرفع الحاله المعنويه قبل البطولات. يمكن فريق الرجال الحمد لله رجع بالبطوله الافريقيه، لكن عايز اعرف بقى مدى تاثير ده واهميه ده كمان مع فريق الانسات، وعايز اعرف كمان ردود افعال اللاعبات بعد هذه الجلسه كمان معاك يا كابتن حمدي. الحقيقه بص القعده دي هي اللي بتكلم عليها، كابتن خطيب ثاني يوم فريق الرجال خسر كان خسران الكاس اجتمع بيهم واجتمع بفريق السيدات كان لسه كسبان برضو الدوري والكاس من ايام. فالحقيقه اكد في الجلسه دي على حاجتين مهمين، ان انا في الهزيمه ما 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 لازم روح المعنويه تبقى عاليه بلعب في النادي الاهلي، واكيد ان انا هقدر اعوض واقدر احقق بطولات كتيره، مش نهايه العالم ان انا اخسر بطوله. واكد برضه على فريق السيدات ان انا مش معنى ان انا كسبت بطولتين ان دي نهايه العالم، لا النادي الاهلي دايما وجماهيره بتطمع في كل بطوله بتخش فيها وما بيرضاش غير بالمركز الاول. فالمعنيين كانوا يعني معنيين الحقيقه، واحد للرجال واحد للسيدات، اكد عليهم جدا. والرجال الحمد لله فازوا بالبطوله، ان شاء الله السيدات برضه يحققوا نفس الانجاز ويبقى انجاز تاريخي للطايره في النادي الاهلي باذن الله. نفس الفريق المنافس معاك في البطوله هيبقى الترجي برضه، ولا الفرقه المنافسه معاك في البطوله هتبقى مين؟ لا انا في المنافسه في الرجال مختلفه شويه عن السيدات، يعني في الرجال بتبقى فرق الترجي والصفاقسي وتونس والكاميرون. في فرق السيدات بتبقى المنافسه مع فريق قرطاج، برضو فريق تونسي قوي جدا بيضم اغلب تونس منتخب تونس وبيضم معاه لعبة محترفه من روسيا، فرق كينيا برضو في السيدات فرق قويه جدا. فالمنافسه مختلفه شويه، هنا يعني دول وفرق وهنا دول وفرق. المجموعه اللي معاك يا كابتن حمدي، مين الفرق اللي معاك في المجموعه والمشوار للبطوله تتوقع ممكن مثلا الفاينل او السيمي الفاينل مين يكون الفرق المرشحه؟ بص هو لحد دلوقتي اللي انا عارفه فيه تقريبا 11 فريق اكد المشاركه بتاعته، داخل فيهم اقوى 4 فرق على مستوى قاره في اخر 10 سنين، اللي هو الاهلي وقرطاج التونسي وفريق الانابيب الكيني وفريق السجون الكيني، دول تقريبا اقوى 4 فرق في اخر 10 سنين
للكره الطايره سيدات في افريقيا، والاربع فرق موجوده، واعتقد ان المربع الذهبي هيكون بين الاربع فرق دول، واتمنى ان شاء الله باذن الله. اخلاقك وكلمي استاذ سامي، كان عندك سؤال؟ اه عايز استاذ سامي عبد الفتاح كان ليه سؤال ليك يا كابتن حمدي، اتفضل. كابتن اخر كنا عايزين اخر لقب، كلمينا يا كابتن حمدي. هو اخر لقب اتعمل بعد الكورونا على طول، اللي قبله في 2019 كان النادي الاهلي فاز بيه قبل الكورونا، اتعمل بعد الكورونا على طول، ما شاركش للاسف النادي الاهلي لا في الرجال ولا في السيدات، ففي الرجال فاز الترابي وفي السيدات فاز قرطاج. نستعيده بقى ان شاء الله. طيب الكابتن رضا الغزالي برضو كان عايز يوجه لك كلمه يا كابتن حمدي. حبيبي يا كابتن رضا. اه كابتن حمدي حبيبي معلم، ازيك يا حبيبي، ربنا يكرمك كده ويوفقك يا ابن الحلال في البطوله اللي جايه. انا عارف ومتابع انا الاخبار ان في اربع فرق، اثنين من كينيا واثنين وواحده الكرتاج بتاع تونس، بس انت قدها وقدود واللعيبه كويسه معاك ان شاء الله، والتوفيق وترجع لنا بالكاس ان شاء الله. انا عارف زي ما احنا قلنا قبل كده ان دي يعني فوز الرجال اداك يعني ضغط عليك وعلى اللعيبه، وانت قدها طبعا ان شاء الله، واللعيبه عندك ما شاء الله على مستوى عالي، وربنا يكرمك يا حمدي. ربنا يخليك يا رضا، حضرتك من القمم الكبيره في الكره الطايره، وطبعا خبراتك دي لازم نستفاد منها، وتعليماتك ورؤيتك في الكره الطايره لازم النادي الاهلي، واحنا طبعا ككباتن الجيل اللي بعديكم لازم نستفاد منها ان شاء الله. كابتن توفيق يا كابتن ان شاء الله. كابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق السيدات للكره الطايره، يعني بنتمنى لكم التوفيق يا رب ان شاء الله في البطوله الافريقيه، وكالعاده انتم معودين دايما على الفرحه والانتصار، وتكملوا نفس المسيره الطيبه اللي حققها فريق الرجال في الفتره الاخيره. كابتن حمدي الصافي يمكن احد علامات لعبه الكره الطايره في مصر. حمدي طبعا يعني زميل ملعب طبعا، وانا مرنته كمان، انا مرنته معايا في النادي، فيعني ما شاء الله يعني لا هو من الاخلاق العاليه اكيد، وربنا يكرمه ان شاء الله. ان شاء الله. اضافه بس حته عشان نقفل حته البنات، الاربع فرق، الفرقتين من كينيا والفرقه من تونس بتاع كارتاجي لسه كسب الكاس، لسه كسب كاس الاسبوع اللي فات، كاس تونس. فيعني لا فرقه حلوه جدا جدا جدا. كان في فريق جزائري ايضا كمان من ضمن المنافسين في البطوله الافريقيه، لا المولودية والكلام لا ما فيش، هم المستوى تراجع في الفتره الاخيره. ما هو الاحداث العالميه في الاقتصاديه في البلد في العالم مؤثره تاثير جامد جدا، ان هم ما فيش امكانيات اللي هي تصرف وتجيب وتعمل كده. ما شاء الله احنا يعني مصر، انا اتذكر البطوله الافريقيه اللي نظمها الاهلي من حوالي سنتين ثلاثه، كانت بطوله الافريقيه للانسات وللرجال الكره الطايره في صاله الامير عبد الله الفيصل، يمكن وصل مع الاهلي للمراحل النهائيه فريق تيني، فريق الكرتاج التونسي، والفريق الجزائري كان اعتقد فريق الانابيب او فريق المولوديه وفي الانابيب الكيني بالظبط كده. ما هو هم دول، اصل كينيا بطل افريقيا، يعني كينيا عندهم من لاعبتهم محترفات بره، فعشان كده هم ابطال متفوقين جدا في اللعبه، وجاي فرقتين في البطوله، فدي يعني بتبقى يعني ثقيله شويه. طبعا الاهتمام للدوله هناك اكيد. طيب احنا اتكلمنا عن الاعلام، في اضافه كابتن استاذ سامي عايز تضيفها قبل ما نقفل؟ طبعا يعني كويس ان انت فتحت مع كابتن حمدي الصافي عشان الناس تعرف ان في بطوله جديده الاسبوع الجاي للنسات، كانت غامضه. طبعا فعشمنا كبير ان هم خلاص كمان 3 ايام رجعوا باللقب باذن الله. المطلوب فعلا من وسائلنا المختلفه الجديده والقديمه ان هم يعطوا ما كان يطلق عليه الالعاب الشهيده حقها اكثر من كده، واتمنى ان الجماهير ترجع المدرجات تاني في حضور الجمهور في الصالات المغطاه بيدي شكل طبعا تاني بيدي، لان طبعا ضبط سلوكات الجماهير في الصالات دليل على تحضر البلد. ان شاء الله يعني الموسم الجاي نشوف حضور جماهير ولو بشكل 50% يشجع ابنائنا. انا ليا حفيدتين شخص بيلعبوا سله في النادي الاهلي صغيرين، بس يعني نفسهم يحضروا ماتش مثلا على سبيل المثال باذن الله قريب جدا ان شاء الله. فالنشأ ده محتاج يعني يتعلم القوه، يتعلم الصلابه، يتعلم الاخلاق الرياضيه بشكل كويس. ان شاء الله نشوف الاعلام بدوره القادم
على اعلى مستوى في تغطيه الالعاب الجمعيه والعاب الصالات زي ما انت بتطلق عليها باذن الله. طيب كابتن رضا، هرجع تاني لجزئيه اللعيبه. احنا اتكلمنا على كذا مركز، اتكلمنا عن مركز 4 ومركز 3 والليبرو. في مراكز تانية وعدد من اللعيبه. طبعا كمان. طبعا في بقى مراكز تانية، ده اهم مراكز اللي هي عندنا صانع الالعاب طبعا عبد الله عبد السلام وحسام يوسف. تمام. الاثنين وفي احمد صلاح وفي احمد قطب. الاثنين المعدين ما شاء الله خبره كبيره جدا 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 في المستوى. طيب انا عايز بس انوه قدام، يمكن قدام على الشاشه، الكابتن محمود الخطيب في اتجاه خلاص يعني حاليا هو بيستعد لاستقبال بعثه فريق طايره الاهلي، ده حاليا في مطار القاهره الدولي. وزي ما كنا شايفين على الشاشه المهندس خالد مرتجي امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره، معالي الوزير الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وعدد بالتاكيد من الاسر بقى. ويعني ان شاء الله باذن الله يكون استقبال طيب. وشايفين حتى هو اللعيبه، يمكن محمد عادل دوله اهو كمان، يمكن البعثه وصلت الحمد لله، وصلت بسلامه الله الى مصر بعد يعني الفوز وتحقيق الانجاز الطيب والفوز بالبطوله الافريقيه للكره الطايره رجال. قدامنا هو يمكن لقطات من مطار القاهره الدولي وعلى الهواء مباشره لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، الكابتن محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجي، دكتور محمد شوقي، معالي الوزير النائب الرئيس الاستاذ العمري فاروق. انجاز جديد بيضاف الى سلسله انجازات النادي الاهلي في العاب الصالات. قدامنا كمان الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ونتمنى له يا رب كل التوفيق في الفتره القادمه لمواكبه الاحداث الرياضيه والمنافسه بشكل قوي على كل الاحداث الرياضيه في الفتره القادمه. نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. يمكن انا شفت محمد عادل دوله كده، اعتقد البعثه وصلت، بس يعني تباعا هنشوف باقي اللقطات من وصول البعثه في صاله الوصول من مطار القاهره الدولي. وكمان شايفين فيه اهتمام اعلامي، في عدد من الزملاء الصحفيين والمصورين في المطار بيستقبلوا البعثه. تعليقكم على هذه اللقطات؟ انا اسف انا كنت بنتكلم على لعيبه بس انت شايف الحدث بيفرض نفسه. في كلام ايه اللي يتقال بعد كده؟ رئيس النادي الاهلي والسيد الكابتن محمود الخطيب والنائب العمري فاروق، الاستاذ العمري فاروق، وامين الصندوق المهندس خالد مرتجي، الدكتور محمد شوقي، واكيد في طبعا باقي الاعضاء، وشايفين اهوت كابتن خالد العوضي برضه مدير النشاط الرياضي. خد بالك في ايه تاني؟ لا انا يعني من اكبر كيان، اكبر ناس في قلب النادي بيروح زي ما هم صندوق ما قبل البطوله، هم اللي رايحين بفرحانين ويستقبلوا لكم من داخل المطار. لا لا لا، حاجه صراحه يعني ده تكريم مميز في حد ذاته، يعني ما تلاقوش الا في النادي الاهلي. بالظبط، ما تلاقيش التكريم ده ولا تلاقيش الحاجات دي اللي بتتعمل دي الا في النادي الاهلي. وزي ما احنا قلنا قبل كده، يعني انا خدت قبل كده كلمه من اغنيه جت في قلب البتاع، الاهلي كيان ومكان، هو ده بقى. الاغنيه بتاعت اللي بتطلع في التتر، الاهلي كيان ومكان، والاهلي عود جماهيره على النصر اهو. بالظبط، عودناهم دايما على النصر طبعا. الحمد لله طبعا، الحمد لله. يعني تواجد الكابتن الخطيب قبل البطوله وتواجد بعد البطوله، ده بين قوسين كده يعني حاجه جميله جدا، وتكريم وثقه من البدايه ان الفرقه رايحه تنافس. لا ده انا كمان عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا، يمكن الناس بنشغلها بالاحداث الفتره الاخيره. المهندس خالد مرتجي كان موجود مع البعثه في تونس. بالظبط، وكان في اجتماع مجلس اداره، رجع على طول حضر اجتماع مجلس الاداره، وفورا سافر الاستاذ محمد الضماطي حضر المباراه النهائيه والنهائي. يعني كان مجلس الاداره مش سايب الفريق في اي لحظه، موجود معاهم حتى رغم ان في اجتماعات وفي امور يعني بنواجهها في الفتره الحاليه، لكن لازم المجلس يكون في يعني وموجود في اول الصف مع الفريق. مسؤوليه يعني مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب مستشعر هذه المسؤوليه بشكل جيد جدا. والعنوان الرئيسي في كده قعدته معاهم بعد الاحباطات اللي حصلت في الدوري والكاس، بخبراته قدر يطلع الطاقات اللي موجوده عندهم ويزيح هذه الكبوه ويفتح الطريق للانتصارات الجديده. وهذا جاء حق التكريم في مطار القاهره الان مع اللاعبين والجهاز الفني. انا شايف يعني دي فرحه مستمره ان شاء الله باذن الله.
هنستمر في جولات اخرى وكره القدم بتحديدا ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن رضا اتفضل. عايزين نكمل اللعيبه عشان خاطر الناس ما تزعلش مننا، والجهاز ده اهم ما ننساش الاسماء. طبعا عشان الناس ما تقولش انت بس بتقول دول وسايب دول، لا نقول عبد الله وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف دول صناع العاب مصر. وعندنا عبد الله واخد احسن صانع العاب رغم الانتقادات بقى والحاجات اللي قبل كده اللي اتكلموا فيها، ده كبير وبتاع، ادي 37 سنه 38 سنه. العطاء مش ليس بالسن، العطاء صح بالاداء، بالاداء داخل الملعب، داخل الملعب مظبوط. عندنا احمد صلاح واحمد قط ضاربين من مركز اثنين، اثنين على اعلى مستوى، مستوى يعني ما بتفرقش، ما يفرقوش بعض. احمد صلاح ده من اللعيبه الخبره، احمد صلاح طبعا لعيب صلاح 20 سنه هو اللي يعني احسن مركز اثنين في مصر وافريقيا. قطب رغم الاصابات اللي هو وكان لسه راجع من الاصابه، بس الحمد لله ما شاء الله. عايز اخش اتكلم بقى على الجهاز الفني. طيب نبدا بقى بالكابتن ميدو. لا هبدا من اللي تحت شويه معلش. تمام هعكسها. احمد رشاد اللي هو بتاع المهمات بتاع غرف الملابس. انا عاوز اقول للناس دي لازم نديها حقها برضو، ان هم يعني ما مدى التعب بتاعهم، المجهود بتاعهم اللي بيتعمل، واخد بالك سواء داخل مصر او خارج مصر، فلهم دور كويس. احمد رشاد. طيب عبد الرحمن مكي المدلك. مكي المدلك ده يعني انا شايفه من العناصر الهامه والمهمه طبعا داخل الفريق لتجهيز اللعيبه باستمراريه، باستمراريه على طول رغم كثرة اللعب. فده بشكره شكر خاص. في عندنا برضه عشان يبقى الجهاز الطبي كله، حسن عبد المجيد ده مخطط الاحمال، ده له دور برضه اللي يوقف اللعيبه على رجليها بدنيا، بدنيا عشان اللعب يوميا او اللعب كل يومين. في الدكتور ايهاب، ايهاب فخر الدين ده طبيب الفريق، ده طبيب الفريق، ده عظام يعني اي حاجه عظام هو في الملعب. اصابات الملاعب، لا غير اصابات الملاعب، اصابات الملاعب ده سامح ظلام. هنرجع نكمل الجزء الخاص بالجهاز الفني، لكن محتاج اروح مباشره الى مطار القاهره الدولي مع الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي، واللي بالتاكيد حاضر عشان يرصد لنا كل الكواليس والاخبار من مطار القاهره الدولي حول استقبال مجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين بالتاكيد بعد الفوز بالبطوله الافريقيه. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير الزميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك وضيوفك الكرام في الاستوديو وجميع مشاهدي قناه النادي الاهلي، ودايما يا رب نلتقي في افراح وبطولات وانجازات للنادي الاهلي. قول لي الاخبار عندك، يمكن انا شفت لقطات منذ لحظات وصول لعدد من اللعيبه وخلاص كده، اعتقد البعثه وصلت بشكل رسمي وكان في استقبال الكابتن محمود الخطيب في صاله الوصول في مطار القاهره الدولي. بالفعل محمد احنا معاك دلوقتي من امام صاله 4 بمطار القاهره الدولي. يمكن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والاستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره والاستاذ المهندس خالد مرتجي امين الصندوق والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره كانوا في اوائل المستقبلين هنا لبعثه فريق النادي الاهلي اللي وصلت بالفعل. يمكن الطياره هبطت هنا في مطار القاهره منذ 10 دقائق بالظبط، يمكن يعني تبقى بس انهاء اجراءات الوصول وخروج اللاعبين. يمكن كابتن محمود واعضاء مجلس الاداره دخلوا بالفعل لاستقبال اللاعبين داخل مطار القاهره، واحنا دلوقتي قدام صالة الوصول انتظارا لخروج اللاعبين، وعدد كبير جدا موجود من اسر اللاعبين وجماهير النادي الاهلي اللي كانت حريصه على استقبال ابطال افريقيا للكره الطائره للمره ال15 في تاريخ النادي الاهلي في انجاز يعني لم يحققه اي نادي افريقي، واعتقد صعب جدا على اي حد الوصول للرقم دوت يا محمد. يعني اقرب منافس لينا بست بطولات والنادي الاهلي 15 بطوله، يعني ده النادي الاهلي وقيمته ومكانته، ودايما زي ما احنا يا رب يديمها علينا نعمه كل يوم في انجازات وبطولات وتكريمات، وبنحتفل بالنادي الاهلي ويا رب يبقى الاحتفال الكبير ان شاء الله غدا باذن الله ببطوله اليد ومن بعدها ان شاء الله دوري ابطال افريقيا لكره القدم للمره ال11 في تاريخ النادي الاهلي. طيب انا شايف قدامي كمان في عدد من اسر اللاعبين موجودين في مطار القاهره، وشايف في اهتمام حتى من بعض المصورين والصحفيين، يعني حتى كمان في اهتمام اعلامي بفريق النادي الاهلي بطل افريقيا فور الوصول لمطار القاهره. بالفعل محمد ده حال دايما الابطال، فما بالك بقى لما يكون البطل كمان النادي الاهلي صاحب الانجازات والارقام القياسيه التي يصعب تحقيقها. يمكن عدد كبير جدا زي ما قلت لك من اسر اللاعبين، وكمان جماهير النادي الاهلي ووسائل الاعلام حريصه انها تكون موجوده وترصد وصول ابطال النادي الاهلي ابطال القاره في الكره الطائره. يعني اجواء اكثر من رائعه محمد، يا رب دايما نبقى في نعمه ان النادي الاهلي كل يوم في بطوله، كل يوم في انجاز، كل يوم مفرح جماهيره. يعني عايز اقول لك كمان ان في لاعبين اللي هم خارج المطار معانا، يمكن اللاعب محمد عصران لاعب فريق النادي الاهلي ولكن طبعا لظروف خاصه منعته من السفر مع الفريق، فكان
موجود هنا في القاهره، محمد عادل كمان واحد من نجوم الفريق على مدار البطوله، واحد من اللي كان ليهم دور كبير جدا في التتويج، يمكن لظروف خاصه وصل بالامس بمفرده هنا الى القاهره، كان برده حريص هو ومحمد عصام نكون موجودين وفي استقبال اللاعبين امام صاله الوصول مع بقيه المستقبلين. زي ما قلت لك دي نعمة كبيرة جدا انك تبقى اهلاوي، نعمة كبيرة جدا انك فريقك مشرفك وفي كل يوم بطولة وبارقام قياسية ورقم واحد. يعني محمد اي فريق بنشوفه متميز هو متميز في رياضة واحدة فقط، لكن اعتقد اسطورة النادي الاهلي صعب جدا تتكرر في اي قارة او في اي مكان، انك فريق هو البطل وهو رقم واحد في كل الرياضات اللي بياخدها، يعني بالامس القريب بالسلة اليد، وكمان بننتظر بطولة جدا لفريق اليد وكمان فريق القدم اللي متربع على عرش افريقيا. اعتقد ده فخر لاي اهلاوي محمد ان يكون في هذه يعني القيمة والعظمة من الانجازات والبطولات، ويا رب دايما النادي الاهلي يبقى في المقدمه ويبقى رايمن رقم واحد. يا محمد اخر سؤال يا محمد، هل اتكلمت مع محمد عادل؟ قال لك كواليس البطوله اجواء البطوله؟ بالفعل محمد يمكن جمعنا الحوار بيه، وكمان محمد العصيان بقول لك يعني لظروف خارجه عن ارادته عن اراده الفريق خاصه بمنعته من السفر، كلمت معاهم البطوله طبعا كان اللاعبين مشغولين بها جدا، خاصه احنا شفنا سوء توفيق كبير جدا، وطبعا كالعاده يعني اختلاط في اللوائح وتغيير اللوائح اثناء البطولات، يمكن الفريق لم يوفق في بطوله الدوري والكاس المحليين، ولكن بطوله افريقيا اللي النادي الاهلي اعتذر عنها السنه اللي فاتت طبعا بسبب ظروف الكورونا، يمكن فريق الترجي اللي فيه بعض الناس بتحاول تقلل من قيمته، فريق الترجي هو حامل الرقم محمد، وطبعا شفنا كلنا المباراه النهائيه السنه اللي فاتت وتفوقه كاسح في المباراه النهائيه. اعتقد فريق النادي الاهلي على مدار البطوله اداء اكثر من رائع، اعتقد الفريق ما خسرش ولا شوط غير الشوط في المباراه النهائيه واحد بس يا محمد، قال لي طبعا كنا مركزين كان في هدف ان احنا عايزين نصالح كل جماهير النادي الاهلي، خاصه الدعم الجماهيري الغير محدود يا محمد، فريق بيخسر الدوري والكاس ومع ذلك مسافر، دعم كبير جدا من جماهير النادي الاهلي، ما كانش ينفع جماهير النادي الاهلي تفضل زعلانه، وما كانش ينفع الموسم ينتهي بدون ما نرجع لهم ببطوله افريقيا، وهي البطوله المحببه بالمناسبه لجماهير النادي الاهلي. طبعا يمكن عاوز اقول لك ان كل الالقاب الفرديه وكل الجوائز الفرديه كان محمد الفريق حصدها خلال البطوله، وجميع اللاعبين المميزين كانوا هم على مصاص التتويج سواء بشكل جماعي الفريق هو البطل البطوله، وكمان بشكل فردي كان كل لاعبي النادي الاهلي هم الافضل في جميع مراكزهم خلال البطوله. يا محمد توفيق موفد قناه الاهلي في مطار القاهره الدولي، يمكن ادانا ابرز الاخبار والكواليس ورصد وصول ابطال افريقيا للكره الطايره رجال فريق النادي الاهلي عقب الفوز بالبطوله الافريقيه واستقبال مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وبالتاكيد هنرجع لمحمد تاني اول ما يكون في لقاءات وفور خروج اللاعبين من صاله الوصول. طيب استاذ سامي، قبل ما ارجع للكابتن رضا، تعليقك على كلام محمد والاخبار اللي قالها بخصوص وصول الفريق؟ طبعا يعني انا شايف يعني ناحية اعلاميه بقى وصحفيه بالظبط كده، يعني طبعا حضور اسر اللاعبين ده شيء جميل جدا، واهتمام اعلامي متواجد في الصاله برضه شيء ايجابي، ده الاستكمال اللي كنا بنتكلم فيه ان يكون في اهتمام اكثر بالالعاب الصالات، ويشعر اللاعب ان انا عملت حاجه او انجزت، عملت حاجه وانجزت يعني ميداليتك مش كفايه، لا انت ليك تقدير اعلامي بالظبط كده. فانا شايف ان الاستاذ محمد قدر ينقل صوره ايجابيه من مطار القاهره للناس تشجيع الفرق قادمة إن شاء الله، كرة الطائرة سيدات وكرة القدم إن شاء الله لفرقتنا. البطولات بتخلق حالة أكيد محمد إيجابية جدا، ويعني وبتدي حالة تفاؤل للشغل كمان في الفترة الجاية. وأنا يعني بكرر إن وبعيد إن ده جهد نتيجة جهد مجلس الإدارة بكابتن محمود الخطيب اللي قدر يتجاوز الكبوات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، يعني ومتواجد معاهم حاليا لاحتفال باللقب الافريقي الحمد لله. اكيد الحمد لله. كابتن رضا معلش انا قطعتك، بس كان لازم نرصد. لا لا طبعا دي حاجات مهمه طبعا لازم ده لو هتعقب ونكمل جزئيه الجهاز الفني عشان نطلع فاصل. نكمل بقى نقول محمود الوزير المحلل التقني اللي هو بتاع اللي بيحلل المحلل تحليل الاداء للفرق المنافسه ويديها جاهزه ويقطعها ويديها للكابتن ميدو عشان يشوف قوات الضعف او نقط الضعف ونقط القوه اللي في قلب الفريق. دكتور سامح ظلام العلاج الطبيعي ده مش بتاع النادي الاهلي بس بقى، ده بتاع مصر كلها. الراجل ده ما فيش اي حد بيطلبه في اي مكان الا لما تلاقيه على طول، ما شاء الله من اللي عنده خبره في في في, في التجهيز اللعيبه وعنده الامكانيات، والاهلي النادي الاهلي موفر له الاجهزه الطبيه الكويسه فعشان تساعد على جاهزيه اللعيبه بسرعه. طيب الجهاز الفني والاداري محتاج كلام لوحده، اطلع فاصل
وبعد الفاصل نرجع نتكلم على الكابتن مصلح وتامر تايجر والكابتن جمعه وخالد ابو زينه والعميد خالد ابو زينه والكابتن ايمن علي اللواء خالد ابو زينه واللواء خالد ابو زينه تمام كده ماشي. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع الكابتن رضا الغزالي ونتكلم على الجهاز الفني والاداري والدور المهم جدا في تحقيق هذا الانجاز مع اللاعبين وباقي افراد الجهاز الفني في النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مستمرين معاكم في التغطيه الخاصه هنا من قناه الاهلي لرصد وصول فريق النادي الاهلي رجال لكره الطايره بعد الفوز بالبطوله الافريقيه من تونس وعلى حساب الاشقاء فريق الترجي التونسي بثلاثه اشواط مقابل شوط. 15 بطوله افريقيه للنادي الاهلي في لعبه كره الطايره. البطوله جايه في توقيت مهم جدا بالنسبه لالعاب الصالات والنشاط الرياضي خلال الفتره القادمه. طيب لكن كابتن رضا الغزالي واحنا بنتكلم على الجهاز الفني قلنا لازم الجهاز الفني نخصص له كده جزء لوحده. طبعا. من اول الكابتن ايمن علي الاداري الست اللي هو خالد ابو زينه كابتن محمود جمعه المدرب كابتن تامر تايجر المدرب العام والكابتن محمد مصلح ميدو المدير الفني. طب ناخد ايمن الاداري ده يعني دينامو الفريق زي ما بيقول النواحي الاداريه كلها سواء داخل النادي او خارج النادي في الاتحاد بتوجهات طبعا من خالد ابو زينه اللي هو المدير الاداري. لا عاملين شغل كويس جدا 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 وبعدين ده راجل خبره معاه من زمان وموجود في قلب النادي فاللاعب محتاج اي حاجه اداريه فيخلصها على طول فدي برضه بتريح اللعيبه مهمه جدا. ما تخليش حتى ذهنه مشغول بحاجه ثانيه. اللي هو خالد ابو زينه المدير الاداري للفريق برضه خبره وراجل يعني ما شاء الله في مجال الكره الطايره وهو اساسا لعيب كره طايره فيعني ما شاء الله عنده من الخبرات الاداريه والفنيه اللي هي تاهله كده ان شاء الله يبقى على اعلى مستوى. محمود جمعه ده المدرب الناس دي انا برضو مرنتها وهم لعيبه المعدن بتاع النادي الاهلي الطيابه بتاعت النادي الاهلي الـ الـ الانتماء بتاع النادي الاهلي اللي ما بزعلش من اي حد وله دور جامد جدا 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 داخل الفريق الوسيط ما بين اللعيبه وميدو. طبعا مجدي تامر تايجر نفس الدور اللي بيقومه جمعه هو تامر نفس القصه بيقوموا بيه مع الحاجات الفنيه برضو القريبه اللي هو بياخدها بيديها لميدو. ميدو بقى انا مش هقدر اتكلم ولا هنقول عليه حاجه. ميدو يعني صراحه كتر خيره الهادي طبعا والرزين. كتر خيره انه الحمل النفسي والضغط و اللي كان عليه ما قبل البطوله يعني اثر عليه جامد جدا وحمل عليه نفسيا وذهنيا وبالتالي فنيا انه ما يقدرش كده. لكن هو تغاضى عن كل هذا الاحداث السلبيه والحاجات السلبيه وبقت ايجابيه عشان كده ربنا اداله وادال على مجهوده وتعب المجموعه دي كلها تعبت أكيد. سواء لعيبه وقلنا المنظومه كلها واحد مش واحد لوحده هو اللي بيشتغل المنظومه كلها بتشتغل. فميدو لا انا مش قادر اتكلم والله مش عارف اقول ايه صراحه يعني خبره وما شاء الله استاذ طبعا كل التحيه وكل التقدير. عاوز اقول حاجه من برضو يعني كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي السابق كان له دور كبير داخل النشاط الرياضي ككل وخاصه الكره الطايره بصفه خاصه على اساس هو كان راجل مدرب ولاعيب الكره الطايره وكل الكلام ده كله دي حقيقه وشهاده لازم نعترف بيها ونقولها وندي له حقه او اقل جزء من حقه ان هو يبقى ان الراجل ده على الاقل ساهم مع الناس دي أكيد بجزء ساهم. بسيط طبعا. وكمل بعد كده كابتن خالد العوضي عندنا الاجيال بتكمل ايوه كابتن خالد العوضي طبعا بقى هو دلوقتي المسؤول عن النشاط الرياضي نتمنى له التوفيق ان شاء الله نتمنى التوفيق له وربنا يكرمه ان شاء الله في اللي جاي. طيب قبل ما انتقل للاستاذ سامي عبد الفتاح عايز اقول برضو السفاره المصريه في تونس يا جماعه كانت قايمه بدور مهم جدا مع بعثه النادي الاهلي
وده دور كل سفارات مصر في جميع أنحاء العالم بصراحة. يعني احنا بنشوف ده على المستوى الشخصي وبنشوفه على المستوى العملي في أي بعثة رياضية مسافرة، سواء في الكورة، في الطائرة، في السلة، في اليد، في جميع الألعاب، سواء بالنسبة لمنتخب مصر أو حتى على المستوى الأندية الرياضية. يمكن في وفد من السفارة المصرية في تونس بتكليف من معالي السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، سهل كل إجراءات، أو هذا الوفد اشتغل على تسهيل كل إجراءات عودة بعثة الأهلي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال من تونس إلى القاهرة عقب تتويجها بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في مدينة قليبية في تونس. يمكن طاقم السفارة كان حريص بشكل كبير جدا على تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بعودة البعثة. كل التحية والتقدير لطاقم السفارة المصرية في تونس، بالتأكيد من خلال تكليف ومن خلال معالي السفير المصري في تونس السفير إيهاب فهمي، بيقوموا بمجهود جبار. أي بعثة رياضية بتسافر في تونس، في المغرب، في أي مكان في العالم، السفارات المصرية بصراحة بيبقى لها دور مهم جدا مع البعثات الرياضية، سواء بالنسبة للنادي الأهلي أو حتى على مستوى الأندية أو حتى على مستوى المنتخبات. فمن هنا من على شاشة قناة الأهلي بنوجه لهم كل التحية والتقدير على دورهم مع بعثة النادي الأهلي في تونس خلال الفترة الأخيرة، وإن شاء الله بإذن الله قريب كمان تكون في بعثات أخرى في مناسبات أخرى قادمة إن شاء الله. أستاذ سامي، عايز أتكلم على موضوع الدور اللي بتقوم به السفارات المصرية في الخارج. طبعا أنا سافرت كتير جدا مع فرقنا أهلي، منتخبات، مختلف الألعاب، دورات أولمبية. اول حاجه بندور عليها بنحط رجلينا في البلد اللي احنا اول ما توصل ارض المطار هتنزل المطار السفير فين. مهم جدا، بيحسسك بالامان وعينك وودنك ولسانك اللي في البلد اللي انت رايحها، ممكن تكونش اول مره تروحها، ما انتش عارف ايه اللي بيحصل. فبالتالي السفير ده هو يعني سندك جامد قوي في البلد اللي انت موجود فيها، وبيساهم بقوه في انجازاتك وبطولاتك وبذكاء يعني. وعدد السفراء اللي انا قابلتهم لا يعد ولا يحصى. فبالتالي يعني اللي عمله السيد السفير إيهاب فهمي في تونس مع الاهلي شيء متوقع من كل سفرائنا الأجلاء، إنه دور إيجابي جدا، وده بيساعد الفرقة إن هي يعني تخفف العبء النفسي في بلد غريب شوية. صحيح. حتى لو عربي يعني، أنت برضو في وسط بلد مش بلدك وجمهور مش جمهورك، فيعني أنت محتاج تحس بال شوية أمان وشوية راحة وشوية ثقة. فدور هنا دور السفير ورجال السفارة أيا كانوا في أي دولة، فأنا بوجه له تحية إنه هو شريك مباشر وفي ما تعقل في أي نجاح للفرق الرياضية بالضبط، وفي البطولة الأخيرة مع الأهلي في تونس. وانا اتوقع ان شاء الله يعني كل سفرائنا دي سلوكياتهم يعني مصريين بجد يعني، ده شيء ايجابي ولهم التحيه دائما. يعني انا عايز اقول يعني من غير سفرائنا بتحس ان في شيء نقص، تحس بالغربه. يعني انا كنت في دوره ريو دي جانيرو في البرازيل الاولمبياد، السفير اتأخر على اسبوع لانه هو قاعد في مكان تاني. المسافات في البرازيل اصلا كمان بعيده. طبعا يعني كان ناقصها حاجه بجد، ناقصك حاجه رغم ان الانجازات بتتحقق وفي ميداليات وفي كل حاجه، بس ناقصك السفير. ولما جه وشرح سبب غيابه يعني قدرنا هذا السبب، وشاركنا في كل الأيام التالية في كل التواجدات والمنافسات. يعني مهم جدا دور السفير، ومهم جدا ان انت تلاقي عين بتشوف بالنيابة عنك وبتسمع بالنيابة عنك، ده مهم جدا. تحياتي لكل سفرائنا. اكيد كابتن رضا، برضو لما سافرت اكيد مع الأهلي سواء لاعب او مدرب، يعني في مواقف كتير ودور السفارات كان بيبقى مهم جدا حتى مع البعثات الرياضيه في السنوات الاخيره. انا عايز اقول السفير إيهاب فهمي راجل اهلاوي ايه، ويحب الاهلي فوق الخيال،
وبعدين احنا البطوله ديت في كليبيا، كليبيا دي تبعد عن العاصمه تونس بحوالي مثلا مسافه زي احنا هنا، هي مدينه ساحليه في اطراف شمال تونس مثلا. لا ده زي السويس زي اسماعيليه حاجات كده يعني قريبه جدا، هي ساحليه. حتى الفندق اللي نزل قاعدين فيه الباسا نزل كليبيا، يعني بيسموه هو الاسم داخل من اسم ليبيا كليبيا. كليبيا ما هو اللي هو لا اللي هو كده هو البيتش بتاعه يعني هو معروف بيه كده هناك. هو فتوجيهاته الراجل ده اساسا بيحب الاهلي وبيسهل لك كل حاجه بقى، يبعت الناس تبقى انت في ثقه، اولا تاشيرات بقى والاجراءات اللي مش عارف الايه، واللي يسافر معاك فين واللي قبليها، لا 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 بيبقى لهم دور جامد جدا، ودعم للفرقه، دعم للفرقه، وبيديك حافز وبيديك طمانينه ان في حد وراك. بالظبط صحيح. نقول يعني هم اساسا التوانسه كمان بيحبوا مصر، يعني زي ما احنا بنحب تونس هم التوانسه كمان بيحبوا المصريين. والله العلاقات العربيه ما بين والله بيحبوا المصريين جدا جدا جدا، احنا كل الدول العربيه ممتازه. معظم البطولات بتاعتنا اللي قبل كده كانت كنا نلعب في شهر 12 وشهر 12 ده يعني معناه يعني راس السنه يعني الكريسماس، يعني ما ادراك بقى في تلعب بطوله اكيد والاحداث ديت يعني. وبعدين يعني ربنا يكرم ان شاء الله، ربنا يكرم ان شاء الله. ولسه البعثات الرياضيه عندها كمان ماتشات مهمه وسفريات اكتر الفتره اللي جايه باذن الله. طيب اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مستمرين مع حضراتكم في التغطيه الخاصه ونواصل، ولكن بعد الفاصل. حضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم التغطيه الخاصه بوصول فريق النادي الاهلي رجال للكره الطايره بعد الفوز بالبطوله الافريقيه. يمكن بعد لحظات ان شاء الله هتكون معاكم لقطات حيه من مطار القاهره الدولي لوصول الفريق واستقبال مجلس الاداره من داخل صاله الوصول لابطال افريقيا. طيب كابتن، احنا كنا بنتكلم على النجوم السابقين، جيلك تفتكر في وقتها كان مين الابرز وخدت بطولات افريقيه قد ايه؟ اخذنا كتير افريقيه، اخذنا طبعا خدنا كتير هنا، كان معانا طبعا بدايتك كانت 79 80 80 يعني ما كابتن نور عطيه، كابتن احمد زكريا، كابتن احمد الشموتي، كابتن ممدوح اسماعيل، كابتن طارق فريد، كابتن محمود فرج طبعا الاساسي، كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، ومحمد شعراوي، كابتن محمد شعراوي. طيب هو معانا على التليفون الكابتن محمد شعراوي. حبيبي كابتن شعراوي، ازاي حضرتك؟ الله يخليك، ازاي حضرتك؟ الله يخليك، تحياتي الكابتن رضا الغزالي والاستاذ سامي عبد الفتاح لحضرتك. اهلا وسهلا، برحب بيهم. اهلا كابتن، اهلا بيك يا كابتن. احنا نلتقي كلنا بالمناسبه الجميله ديت، احنا اسعد. الله يخليك كابتن شعراوي. طب انا كنت لسه بتكلم مع الكابتن رضا الغزالي والجيل اللي كان موجود في فتره التمرينات وعدد الالقاب القاريه قال كتير. كابتن شعراوي، تفتكر الرقم البطولات الافريقيه والمحليه في الفتره دي، ولا نقول بسم الله ما شاء الله الارقام كبيره فمش عايزين نقول الرقم بقى ونحسد؟ والله انت عارف احنا مبطلين بقى لنا فتره كبيره جدا، يعني ربنا يديك الصحه. بتذكر عدد البطولات، يعني مش اكيد عن 7 8 بطولات محليه او دوليه او عربيه. اول بطوله عربيه الكره الطايره كانت عام 87، كنت انا وكابتن رضا موجودين فيه، دي اول بطوله عربيه اكيد. انما بطولات افريقيه مثلا في 3 أو 4 بطولات افريقيه بخلاف الدوري والكاس والأهلي. بس طبعا التواريخ صعبه شويه ان الواحد يفتكرها، ان الواحد بقى له فتره كبيره جدا من سنه 92 من المعتزل يعني. ربنا يديك الصحه كابتن شعراوي. طيب شفت انجاز فريق الطايره ازاي في تونس؟ بعد خساره الدوري والكاس الفريق سافر بدوافع ومعنويات عاليه عشان يقدر يرجع ببطوله قاريه تثبت ان فريق الطايره بالتاكيد حتى لو في كبوه لكن لكل جواد كبوه ويقدر يستمر في حصد البطولات. والله انا شايف ان العمل دوت في الكره الطايره ده انجاز كبير جدا، ان فرقه تبقى خسرانه دوري وكاس عامله مجهود جامد جدا وطالعه من الموسم بطول بطولات وتعمل المستوى العالي جدا ده، ويمكن المستوى العالي ده ايه نتيجه اصرارهم ووقوف مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب للجلسه والقعده اللي عملها معاهم والتقاء بيهم قبل السفر وتشجيعهم
وقال لهم انتوا يعني بقى لكم فتره كبيره جدا بتكسبوا كل البطولات، وكل بطوله بتكسبوها، مش مشكله ان احنا نخسر بطوله، المهم ان احنا نحافظ على بعضينا، نحافظ على اسم النادي الاهلي. ويمكن القعده دي هي غيرت كتير من نفسيه اللعيبه، اللعيبه كانت حاسه بتعب وزعل شديد جدا ان هم خسروا. الكلام اللي قاله كابتن محمود، الاجتماع اللي عمله معاها واعضاء مجلس الاداره كلهم موجودين، النشاط الرياضي كله موجود، ومصر كلها وراهم، ده حفزهم ان هم لازم يكسبوا البطوله دي ويعوضوا اللي فات. وهم عملوا بطوله من انجح البطولات، دليل على كده ان هم شوط واحد بس للتصفيات، وكان ممكن الشوط ده ما يخسروش. صحيح. فرقه الترجي، الترجي ده منتخب تونس، احنا بقى لنا 5 سنين منتخب مصر ما بيكسبش منتخب تونس. طول ان احنا نلعب بفرقه النادي الاهلي ونكسب منتخب تونس في ارضه، ده انجاز كبير جدا جدا جدا. وراجع طبعا في كاس فني على مستوى عالي جدا، كابتن زميله ومعاه المساعدين بتوعه، جهاز اداري قوي جدا، النشاط الرياضي وفر لهم كل اللي هم طالبينه، مجلس الاداره وفر اللي هم طلبوه كله، كل شيء توفر لهم الحمد لله، كل الامكانيات توفرت، فكان لازم يعملوا الانجاز الكبير اللي هم عملوه النهارده. فطبعا احنا بنشكرهم ونبارك لهم، وقبل ما نبارك لهم بنبارك مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس ادارته، بنبارك للكابتن خالد العوضي مدير النشاط على الانجاز اللي حصل. اكيد. طيب كابتن رضا الغزالي كان برضه عايز يقول لك حاجه. يا كابتن محمد شعراوي، كابتن مصر والنادي الاهلي وصانع العاب مصر كلها، الف مبروك يا كابتن محمد، وربنا يكرمك كده، وان شاء الله يعني البطولات تبقى حاجه جميله جايه كده ان شاء الله. الف مبروك لينا كلنا، ويمكن احنا شاهدين اكتر حاجه بالكلام ده، لان احنا مرينا بصعوبات جايه، فحاسين بمدى فرحه الناس وفرحتنا احنا كمان. ربنا يكرمك يا كابتن محمد، والف مبروك، وان شاء الله دايما كده يفرحونا ان شاء الله في البطولات. كابتن محمد شعراوي نجم الاهلي السابق في الكره الطايره واحد الاجيال المميزه في فتره الثمانينات، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب، ونطمئن عليك دايما كده على طول، ونسمع صوتك بكل خير. طيب كابتن استاذ سامي عبد الفتاح، واحنا بنتكلم على بعد هذا الانجاز وفريق الطايره للانسات، المفروض خلاص خلال 3 ايام او زي ما قال الكابتن رضا الاسبوع القادم هتنطلق منافسات البطوله الانسات يوم السبت يوم 21 مايو ولمده 10 ايام. الاهتمام الاعلامي بعد الفوز بالبطوله الافريقيه للطايره رجال، والتركيز بقى على فريق الانسات، ممكن ازاي الاعلام يقوم بالدور ده في الفتره اللي جايه؟ طبعا يعني بالذات نشاط الانسات، انا ايماني لازم ياخد سبورت اعلى من ما هو موجود حاليا قبل ما يسافر، قبل ما يسافر قصدي، سواء فرقه الاهلي او غير فرقه الاهلي، فرقه الانسات بصفه عامه. فطبعا يعني ودي مناسبه مهمه جدا، بدات جلسه كابتن محمود الخطيب مع الفرقتين رجال وسيدات، واتوقع قبل السفر ان يكون في جلسه اخرى تشجيعيه وتحفيزيه للاعبات مع حمد الصافي لرفع معنويات، مهم جدا يعني، دي مساله مهمه جدا. ان انا متفائل بهذا الفريق انه يحقق نتيجه ايجابيه في البطوله الافريقيه، رغم التحدي الموجود مع قرطاج وانابيب الكيني، لكن انا متفائل جدا يعني، وبشوف ان الكره الطايره النسائيه في مصر فارقه رغم في تحديات، فرقة بشكل كويس جدا. تمام. طيب قدامنا هو على الشاشة وعلى الهواء مباشرة. جميل. استقبال مجلس إدارة النادي الأهلي لأبطال أفريقيا للكرة الطائرة رجال، تهنئة الكابتن محمود الخطيب وباقي أعضاء مجلس الإدارة للاعبين. طب كابتن رضا قدامك بقى اللعيبة، يعني تعرفهم بقى اسم كده طبعا للناس. ده أحمد قط، وده محسن، ده لاعب السنتر محسن، لاعب محسن، وده احمد عبد السلام هناك اهو، وعبو وعادل، ده احمد سعيد، تمام، ده حسام يوسف، ده صانع الالعاب، ومعوض محمد معوض احد اللعيبه الخبرات الكبيره جوه الفريق بالتاكيد. طبعا. وده الحسيني، ده اصغر لاعب في البطوله ويعتبر من احسن اللعيبه. الليبرو لا مش الليبرو، ده الحسيني ده ضارب مركز 4، ده الليبرو محمد رمضان.
يعني حاجة جميلة جدا. وده محمود الوزير، ده تقني مهندس خالد مرتجي، ده احمد، وده محمود الوزير. الكاس مع عبد الله عبد السلام. طبعا صاله الوصول اهو، ده محسن اللي هو خالد ابو زينه. ده محسن كده، ده الدكتور ايهاب، ده عبد الله اللي وراه، ده اللهم صل على النبي اسمه ايه، حسن ايهاب. وادي الكابتن، وادي الكاس والصوره الجماعيه. ده عبد الله اهوت، ومع المهندس خالد مرتجي، محمد الكابتن محمد مصالح حميد اهو المدير الفني، وده محمود جمعه اهوت المدرب، وده الدكتور ايهاب فخر الدين، ده طبيب الفريق تايجر، ده تامر تايجر. قدام برضو محمود جمعه اهوت، اللي لابس احمر ورا ده اللي قدام اللي بيصور، ده الحكم المرافق للبعثه الكابتن ناصر حمدي. كابتن ناصر حمدي الحكم المرافق للبعثه، المرافق للبعثه، ده اللي هو من قبل الاتحاد الافريقي ده قديم قوي. ما شاء الله ما شاء الله. لا ده كل بعثه بتسافر بتشارك في البطولات دي يا كابتن، لازم يكون معاها حكم. طبعا طبعا، ما هو لازم يبقى في حد محايد من الفرق. افرض انت بتلعب يعني احنا زي احنا بنلعب الترجي، كان في ناس من الجزائر، يعني الحكم كان جزائري، حكم جزائري. ده محمد معوض تاني، وده من حسيني. استقبال طيب وصور بصراحه، طبعا طبعا رائعه جدا. حاجه عالميه، حاجه عالميه. يعني انت ما تبص كده، ده اللي ابره محمد رمضان برضه اهوت تاني، خد بال حضرتك. ده الوزير، ده المحلل التقني. ايوه، ده احمد بتاعه غرف الملابس، واحنا شايفين عامل المعمات. عامل المعمات، وشفنا. وده محسن اهو، ده احمد صلاح طبعا، خالد طبعا ياخد الكاس بقى على طول. ده حسن، ده حليمه طبعا. لقطات مميزه جدا، وكاس افريقيا موجود مع الاطفال. بعدين انت في صاله جماعيه، صاله من كبار الزوار، حاجه محترمه. في صاله اربعه يعني، اعتقد استاذ محمد اللقطات دي حافز مهم جدا. نكمل كلامنا في فرق وادي ميدو اهوت برضو، مع بيسلم ورا مع الدكتور محمد شوقي، خالد العوض والدكتور محمد شوقي، الدكتور برضو. ايوه اتفضل استاذ سامي. يعني دي لقطات، هذا الاستقبال جميل، حافز كبير جدا لفرق الانسات ان هم يعيشوا نفس اللحظه ان شاء الله، ويعرفوا ان قد ايه ان اداره الاهلي واقفه وراهم، ويقدروا يعني يتجاوزوا كل التحديات الموجوده في البطوله الافريقيه اللي هتنطلق بعد ايام ان شاء الله. يعني انا متفائل جدا ان هم يرجعوا باللقب، ويبقى مسلسل القاب للاهلي في فترة قصيرة جدا ان شاء الله باذن الله. شايف الاب، شايف الاب والحضن الجميل اللي بص ولد صغير وبص، يعني لما يشوف كمان رئيس النادي طبعا 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 موجود في صالة الوصول، طبعا طبعا طبعا. ده الوزير اهوت، مهندس خالد محمد رمضان، مميزة جدا، وهتفضل يعني موجود. محمد شوقي بص الكاس اهوت، اتنقل لعبد الله عبد السلام. وانا شايف كمان على المستوى يعني الخاص بمطار القاهرة، لا مطار القاهرة كمان على المستوى العملي، يعني انا شايف في استقبال رائع جدا، والناس مخصصة طبعا طبعا، يعني مخرج لكبار الزوار من خلال صالة أربعة، ان يكون الفريق خارج من المكان ده ويكون في استقبال وتصوير تميز لأبطال حقيقيين بيمثلوا مصر، و يعني مش مجرد يعني مقابله للنادي الاهلي، لا دي حاجه لمصر، يعني ان ابطال افريقيا يخرجوا من صاله اربعه كبار اللي هي مميزه جدا في مطار القاهره، وبحضور مجلس اداره النادي الاهلي واعلام متنوع موجود. فدي استقبال يليق ببطل افريقيا بالظبط. يعني وهو مستحق، يعني مستحق، لان اللي عمله الاهلي في تونس يعني ياخد عليه 50 نجمة. 50 نجمة. الاتحاد الافريقي للكره الطايره بعد فوز الاهلي، المكسب ده الاتحاد الافريقي شايفه ازاي؟ هل كان ليهم تصريحات رئيس الاتحاد، ويمكن هي لسه يمكن تم انتخابها منذ فتره، اتكلمت طبعا وصورت مع الناس وباركت للنادي الاهلي، وحاجه مميزه جدا من السيده بشرى طبعا، ان هي يعني عايز اقول تكريم داخل الملعب بعد المباراه، احنا شايفينه، وكان في لحظات حتى استلام الكاس طبعا 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 بتسلم الكاس، رغم ان في كان في قولان لحاجات، وفي مناصب كانت رايحه الناس
وبعدين هي صممت لازم ده يروح لهنا يعني فاهم. تمام. طيب ارجع من تاني لمطار القاهرة الدولي مع زميلي العزيز محمد توفيق مفد قناة الأهلي، عنده عدد من اللقاءات بقى نسمع ونشوف الفرحة وتصريحات اللعيبة عقب الوصول إلى القاهرة بعد الفوز بالبطولة الإفريقية. اتفضل يا محمد. من جديد برحب بيك زميلي العزيز محمد توفيق وضيوفك الكرام في الاستوديو وجميع مشاهدي قناه النادي الاهلي. معانا دلوقتي ابطال النادي الاهلي اصحاب اللقب الافريقي للكره الطائره، وبنبدا معانا محمد عادل نجم الفريق. محمد الف مبروك الفوز، بطوله كبيره واعتقد كنتوا عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي بيكوا واديتوا بطوله كبيره وفزتوا باللقب. الحمد لله. احنا بعد ما طلعنا من هنا بعد خسارة دوري وكاس ما قدمناش غير افريقيا، رحنا لعبنا الترجي في بلده وفي ارضه، فالحمد لله قدرنا نفوز عليهم في وسط جمهورهم في وسط ارضهم المره الثالثه على التوالي. فالحمد لله احب ابارك للعيبه الرجاله دي ومجلس الاداره اللي دعمنا بشكل قوي وكابتن خالد العوضي، مش عايز انسى حد. فالحمد لله قدرنا نفوز بالبطوله الحمد لله، والبطوله بقى دي لجماهير النادي الاهلي اللي شجعوا الفرقه بجد، اللي مش هتموش في النادي ومجلس اداره النادي الاهلي. فالحمد لله الحمد لله على البطوله الغاليه دي. جمهور النادي الاهلي بقى اللي دعمكم وكان في ظهر الفرقه اكيد كان وصلكم الدعم وانتوا في تونس هناك. طبعا جمهور النادي الاهلي كان مدعمنا لحظه بلحظه، ما كانش سايبنا. فاحنا ده كان يعني احنا من قبل ما نطلع من تونس وبعد ما كابتن محمود الخطيب اجتمع بينا وحفزنا بعد الفطار اللي احنا فطرناه في رمضان، حفزنا وقال لنا لازم نروح ناخد البطوله ونرجع بالبطوله. فالحمد لله الحافز بتاعه كان حافز ايجابي جدا، والحمد لله كنا مركزين بشكل قوي وكنا مستعدين بشكل قوي جدا، مركزين في التعليمات الفنيه وكل حاجه بندير المباراه بشكل كويس. والحمد لله فالحمد لله لكل مجتهد نظيم، ربنا كرمنا السنه دي ببطوله افريقيه، بطوله غاليه طبعا. احنا بنلعب منتخب تونس ما بنلعبش الترجي التونسي، الترجي التونسي ده عباره عن منتخب تونس وهو بقاله بتاع من 6 سنين يعني بياخد بطوله افريقيه. فالحمد لله النادي الاهلي يعتبر كسب منتخب تونس ما كسبش الترجي التونسي. فالحمد لله بحب اشكر جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. شكرا محمد، ونتمنى التوفيق ودايما في بطولات وانتصارات باذن الله. يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. محمد مكملين لقاءاتنا ومزيد من نجوم النادي الاهلي، ومعانا محمد معوض نجم فريق النادي الاهلي وليبرو الفريق. محمد الف مبروك الفوز، اعتقد لقب غالي صالحته بيه جماهيركم، يعني تقول لي على اللقب وعلى البطوله الكبيره اللي عملتها في تونس. الحمد لله طبعا على المكسب، بطوله غاليه طبعا علينا الحمد لله، بنراضي بيها الجماهير طبعا، بنهديها نشكر طبعا كابتن محمود الخطيب انه طبعا جه استقبلنا استقبال الرائع ده واعضاء مجلس الاداره، والحمد لله بنحاول يعني نراضي الجماهير. طبعا الموسم بالنسبه لنا ما يعتبرش ناجح عشان خسرنا بطولتين، بس الحمد لله بالنسبه اللي احنا لسه موجودين والبطولات حصل فيها شويه لخبطه فخسرناها، لكن الماسترز لسه موجودين ويفضلوا يكسبوا ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي والدعم اللامحدود اللي كان بيوصلكم وانتم في تونس، يعني تقول لي ايه وتقول لي الرساله تقولها للجمهور النهارده؟ طبعا احنا بنهديها للجمهور، وما كانوا زعلانين مننا وكان حقهم طبعا، بس رغم كده كنا طبعا عارفين ان هم بيدعمونا جدا ورانا والسبورت بتاعهم كان واصل لنا، فبنهدي لهم الفوز ده ان شاء الله وعقبال اللي جاي. شكرا محمد، واتمنى يا رب دايما بطولات وانتصارات لفريقنا الاهلي. شكرا، ربنا يخليك. شكرا محمد، ده كانت اول لقاءاتنا مع محمد عادل ومحمد معوض، ولكن مستمرين معاكم مزيد من اللقاءات، الكلمه ليك. شكرا ليك زميلي العزيز محمد توفيق بعد هذه اللقاءات مع عدد من اللعيبه معوض ودوله، وان شاء الله باذن الله كمان نسمع اكتر من لاعب عشان نعرف يعني رصدهم للفرحه وازاي العوده للقاهره بعد البطوله الافريقيه ده تاثيره حتى النفسي والمعنوي عليهم عشان الاستحقاقات القادمه والمباريات والبطولات القادمه ان شاء الله. كابتن رضا تعليقك على تصريحات اللاعبين. كلها بتصب على البدايه اللي هي بتاعه الاجتماع الفني، اجتماع اللي اتعمل الكابتن الخطيب والدعم والدفعه المعنويه اللي هو كده، ويصالحوا جمهورهم لازم يكسبوا البطوله. يعني طبعا المكسب حلو والفرح حاجه جميله، وانا عشت طبعا الكلام ده برضو وحس واحساس ان انا اكن انا واحد منهم دلوقتي، وانا يعني فرحان جدا 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 لهذا الجيل اللي هو بيثبت لمصر وللنادي الاهلي ان احنا قادرون على الاستمراريه وليس بالسن. وليس بالسن طبعا. طبعا 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 انا شايف ان عجبني في كلامهم اللقاءات دي ان هم كانوا ملتزمين بينهم من بعضهم ان هم لازم يفرحوا جماهير الاهلي بعد اللي حصل في بطولة كاس. طيب. لسه عندنا لقاءات تانية وهنعلق أكيد على التصريحات، أكيد لكن نروح من جديد لمحمد توفيق ومعاه لقاء مع الكابتن محمد مصلح ميدو المدير الفني. اتفضل يا توفيق.
من جيب برحب بيك زميل عزيز محمد سعيد ونجومك الكبار في الاستوديو وجميع مشاركي قناه النادي الاهلي معانا النهارده. يعني زي ما بنقول صاحب الفرح كابتن ميدو مصلحي، واحد من المديرين الفنيين يعني المتميزين جدا. جمهور النادي الاهلي كان كله ثقه فيكم، كنتوا مسافرين تونس بطوله افريقيا، ساعتقد الدعم كان واصلكم هناك ودعم مجلس الاداره كمان، وقعد الكابتن محمود الخطيب قال له عظيم الاصل قبل البطوله. كابتن يعني قبل ما ابتدي بقى حاجه بشكر كابتن محمود الخطيب على الدعم الكبير جدا اللي قدمه لنا بعد الخساره المحليه، وقال لنا ارفعوا راسكم فوق، انتوا بقالكم 4 سنين بتكسبوا، بقالكم 20 سنه يعني في انتصارات. كلمه كان ليها اثر كبير جدا جدا، ان احنا تحفزنا الحمد لله ان احنا نقدم للنادي الاهلي حاجه وادارته والكابتن محمود حاجه صغيره فعلا، ان احنا نكسب بطوله افريقيا الحمد لله. كابتن ميدو عن البطوله خدتوها واحده واحده ولحد المباراه النهائيه، واعتقد اداره اكثر من رائعه، اداره باقتدار المباراه في اخر لحظات المباراه، احنا خلاص هنكسب المباراه شوط بيضيع، لكن كنتوا على قدر المسؤوليه ورجعتوا تاني المباراه. الحمد لله فرقه الترجي طبعا فرقه كبيره ووسط تلعب وسط جمهورها، ده مش سهل خالص ان انت تكسب افريقيا هناك. الحمد لله قدرنا نحسم الاول الشوط الاول والثاني، كنا ليدنج في الشوط الثاني لكن ضاع، لكن خبره الشباب اللي معانا والحمد لله ان هم قدروا نحسم الشوط الرابع، وفرحه كبيره جدا كانت والحمد لله. الجمهور ودعمه اللامحدود اكيد كان بيوصل لحضرتك على وسائل التواصل الاجتماعي، وانت على طول واحد من جمهور النادي الاهلي قبل ما تبقى المدير الفني للفرقه، كل ده كان واصلكم ازاي؟ كنت بتقول لعيبه ايه؟ ربنا عوضنا خير، ربنا عوضنا خير والله الحمد لله، ان احنا قدرنا نفرح الجمهور ده لانه يستحق اكتر من كده بكتير. رساله بقى اللي بتقولها لهم النهارده بعد الدعم دوت واللي جاي، هم مستنيين منك اكتر كمان. اكيد ما خلاص قفلنا الصفحه ان شاء الله، مستني طبعا النظام اللي هيحصل ان شاء الله، وان شاء الله يكون في تدعيمات وان شاء الله مزيد من الانتصارات للنادي الاهلي. لسه الجمهور ما اتصالحش ولسه في بطوله جديده، يمكن بطوله السوبر تم الاعلان عن نظامها انها تبقى بطوله زي ما بيقولوا مجمعه ثلاثيه الاهلي والاتحاد والزمالك، جمهور الاهلي اكيد مستنيك عشان صلاح كان يعني صالحتنا افريقيا لسه المصالحه المحليه ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل ونصالحهم على طول. والبطوله دي زي 2017 اللي هم فاكرينها، كانت فتحه خير لثلاث سنين ما خسرناش ولا حاجه، ان شاء الله الثلاث سنين جايين ما نخسرش حاجه باذن الله. شكرا كابتن ميدو، مش مستني اقل من كده باذن الله. محمد ده كان لقاءنا مع المدير الفني لفريق النادي الاهلي كابتن محمد مصلحي، ان شاء الله مزيد من اللقاءات مع نجوم الفريق. الكلمه ليك حالا محمد. شكرا يا محمد. استاذ سامي، يمكن الكابتن محمد مصلحي ميدو قال جمله مهمه جدا، ربنا عوضنا خير. ان شاء الله زي ما حصل في 2017 لما فزنا ببطوله افريقيا، اشتغلنا 3 سنين من غير ما نخسر اي بطوله. بالظبط، يعني ان شاء الله انا شايف ان احساسهم بالبطوله دي عالي جدا، وانجاز يعني اهم حاجه ان هم عندهم احساس بالمسؤوليه تجاه الجماهير، ان عايزين يصلحوهم ومقدرين موقف الاداره بكذا كابتن محمود الخطيب في استيعاب الموقف تصحيح الموقف اللي حصل قبل كده. وبالتالي يعني انا شايف ان كابتن مصلحي قدر يوصل رساله للاعيبته وانجزوا بطوله بحق مميزه جدا. يعني انا بفتكر دايما ان هم خسروا شوط واحد في البطوله كلها، دي نقطه مهمه جدا. 3-0 3-0 3-0 وما كانوش هيخسروا كمان، ده يعني كان خلاص 6 ماتشات يعني 23-19 كورتين كده بالظبط. فده تميز لفرقه الاهلي، وزي ما قال الكابتن رضا يعني النجوم الكبار يعني كانوا ظلموا شويه، يعني كانت هي فورمة جديدة لطبخة جديدة داخل الفرقة، خبرات مع شباب قدروا يمتعونا فعلا خلال البطولة دي، وأنا شايف إن ده الحافز القوي جدا للبطولات الجاية إن شاء الله. كابتن رضا هو قال يعني حاجات جميلة، منها مثلا نقول هو قال إن أنت تلعب فريق الترجي ودي فرقة كبيرة جدا بالظبط، وبتلعب تونس وتلعب مع جمهور في اجواء داخل الصاله دي مختلفه تماما، وربنا يكرمك ويوفقك وتكسب، واجواء حماسيه انا عارف طبعًا طبعًا, طبعا طبعا طبعا. وبعدين حتى ال 2017 لازم ناخد البطولات، هو الدعم اللي هو خده من مجلس الاداره فانعكس عليه على اللعيبه وصمموا انه يصالحوا جمهورهم، يصالحوا النادي، ومش يصالحوا يعني يفرحوا الناس زي ما هم عودونا بالبطولات اللي بيكسبوها. اكيد. فمن هنا البطوله صعوبتها بجانب المكسب هو ده السهوله بتاعت البطوله. طيب فكره 2017 ما خسرناش بعدها ولا بطوله، هل ده ممكن يكون دافع منه ان رساله عايز يقولها للعيبه اول ما يصل القاهره
عشان الناس خلي بالكم طبعا لازم يخلي بالكم. شوف احنا بس من 2017 احنا قعدنا، احنا 22 يعني خمس سنوات، قعدنا اربع سنين ما بنخسرش حاجه. واحصائيه بسيطه، احنا عملنا عدد مباريات اعتقد دخل موسوعه جينيس. ما انا كنت لسه اقول لحضرتك دلوقتي في حاجه، احنا قبل الماتشين بتوع الدوري او الثلاثه النهائيات بتوع الدوري انت ما خسرتش الشوط، شوط مش ماتش، شوط لعبت ثلاث مباريات خسرت واحد، خسرت اثنين وكسبت واحد. ارقام الكاس نفس القصه، ارقام قياسيه طبعا طبعا. فده دايما قول لي مين فرقه في العالم بتعمل عندها نفس الريورت ده اللي هو الـ 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 المكسب على طول. احسن فرقه في العالم برشلونه، اللي هو برشلونه هنقول في الكوره، ولا ريال مدريد، ولا ليفربول، ولا الناس دي برضه تلاقيه كسبان وبعدين ينزل وبعدين طالع. فين برشلونه دلوقتي؟ هو قاعد كان بيكسب في الدوري كذا، نفس القصه. وبعدين خلي بالك انت كمان بتلعب في وسط اجواء بتحاسبك على الشوط، على كل حاجه طبعا، بتحاسبك على الشوط مش بتحاسبك على المباراه. وبعدين انت التخبط بقى اللي احنا فيه بقى كله ده، النهارده افريقيا تتلعب باثنين محترفين، بتلعبوا ثلاث مباريات ويجي لك جواب وبعدين يرجع تاني. حصل لغط في موضوع اللوائح حتى سواء في مصر او بره مصر. يعني هنخلينا نشوف الاجواء البطوله دي كده. ما خلي بالك، ما هو انت لما تيجي انت عاوز تعمل حاجه مدروسه، تعمل لائحه، تعمل حاجه، انا بجيب الناس واقعد مع الناس وما اقولش من بكره اعمل، بعمل ورشه عمل بالظبط، ورشه العمل بتاعتي دي واقعد وانفذها، اديها فتره اجهز حالي. اما انا النهارده اقول انا في مثلا اللعيبه محترفه ما تجيش كذا، والاتحاد الافريقي بعد ما انا مثلا الزمالك ما هو انسحب ليه من البطوله؟ رغم ان هو معاه جاب الاثنين محترفين ومعاه وكذا كمان، بعد ما قالوا ثلاث جوابات رسمي من الاتحاد الافريقي. جات الاتحاد المصري قال لك تلعب ثلاث مباريات، فبناء عليه جابوا الناس زي ما الاهلي جاب برضو نفس القصه. وبعدين رجعوا تاني قال لك لا ثلاث شهور. طب يعني هو يعني احنا في اي اتحاد وفي اي ناحيه وفي اي حاجه الكلام ده. بس انا عاجبني يا استاذ سامي، وتكمله لكلام الكابتن رضا، سواء اللائحه اتغيرت اللائحه ما اتغيرتش، لما انا اكون على المستوى القاري سواء معايا المحترفين لعبوا ثلاث ماتشات او بقى لهم ثلاث شهور انا جاهز بالظبط على المستوى القاري طبعا. يعني ده المفروض ليفل ومستوى اعلى من المستوى المحلي. احنا عموما موعدين من الاتحادات الافريقيه بتعمل معانا حاجات غريبه جدا يعني. بس طبعا النادي الاهلي دايما يعني فوق التحديات، هو يعني الرسالات اللي بتحصل في الاداريه، ومستهدف دايما بطولاته. يعني مش مجرد تواجد او مشاركات، لا، استهداف للبطولات. وده فلسفه كل من ينتمي الى القلعه الحمراء، يعني انا بطل من النشأة لحد اخر يوم في الاعتزال. فدي فلسفه النادي الاهلي وفرقه وجماهيره اللي ما بتقبلش الا الفوز والانتصارات، وعامل حق يعني هي حافز قوي جدا لكل اللاعبين، وبتديهم الثقه والدافع ان هم يتقدموا وينجزوا بلا يعني بلا نظر للائحه ولا تفصيله معينه ولا حكم فاسد ولا يعني كل ده موجود في الملاعب في افريقيا بالتحديد. ولكن الحمد لله نوعيه ابناء الاهلي مختلفه تماما، ودايما بتستهدف البطوله ايا كانت التحديات. كابتن رضا، لعيبه الاهلي هم اللعيبه المحترفين، احسن من المحترفين كمان. يعني لعيبه الاهلي احنا يعني عندك احمد صلاح من الناس، من يعني احترف في ايطاليا واحترف في تركيا، عندنا عبد الله كان في ايطاليا فتره طبعا طبعا. يعني دول الناس هنا لو خدوا الفرصه وطلعوا بره هيتعامل فيهم زي ما يتعامل في اللعيبه. احنا بنجيب لعيبه من بره للمحترفين، هو نفس القصه، ياخدوا من لعيبه من عندنا، عندنا لعيبه يروحوا بره جدا. المجمل
الحاجات الغير مدروسه من الـ من الـ من الاتحادات الاقليميه والقريه والقريه والحاجات دي كده، انت بتخليك انت عاوز اقول ايه، احنا تعودنا برضو احنا في الاهلي كده، انا مش عايز اقول لك احنا تعودنا لظلم التحكيم عامل ازاي. وكنا في تونس في مره، انا لسه كنت حكيها، كنا في تونس في بطوله افريقيه والحكم موجه ويخسرنا وسيبنا الملعب وخرجنا وهو قاعد يصفر السكور قاعد بيعد. والله زي ما بحكي لك كده يعني، دي من مواقف والطرائف اللي بتحصل. لكن انت بقى دلوقتي احنا في عالم مفتوح، الناس بقت تشوفك والناس بقت تبص لك، الدول الاخرى والاتحادات الاخرى، فانت لازم برضو يكون على قد هو انت الكوره ايه اللي تخبط اللي في الكوره برضو نفس القصه، ما هي نظام لوائح كل ونظام. حاجه هي كلها كده بالصحوبيه بالواسطه بالكلام ده كله، لكن بالنوايا عايز اقول كمان ايه أحيانا. احنا طبعا احنا النادي الاهلي عود اللعيبه بتاعته، قلنا المركز الاول لو ما خدش المركز الاول يبقى ما كسبش. بس استاذ سامي، الصوره الجماعيه، يمكن احنا بنستعرض مع بعض اللقطات اللي تم اذاعتها منذ قليل، ودي لقطات حصريه لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وجمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. الصوره الجماعيه، الصوره اللي زي دي، انا فاكر زمان طبعا قبل بقى موضوع المواقع الالكترونيه والسوشيال ميديا، الجورنان اللي كان يتكتب فيه بس اسمك كده، تقطعه وتشيله وتحطه عندي هنا وتعمله برواز. عندي لغايه وقتنا طبعا. ما زال الكلام ده. تعليق حضرتك يا استاذ سامي على الموضوع ده، الصوره الجماعيه ولا الصوره الجماعيه دي يعني مع الصوره الجماعيه مع اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره بقياده الكابتن محمود، دي الجائزه الحقيقيه، دي الجائزة الحقيقية اللي أنا يعني برجع أقول ما سبق أن قلته، يعني إن دي حافز لفرقة البنات إن شاء الله، إن ده التكريم الحقيقي ل يعني قد كده. يعني أنا متوقع إن في جمهور بيشاهدنا دلوقتي ومقدر جهد اللعيبة دي والجهاز الفني، وقد إيه يعني مرتاح كتير انه يشوف مجلس اداره بهذا الوعي والثقه والثقه في لعيبته وجهازه الفني والاداري والطبي كل عناصر اللعبه دي جائزه حقيقيه. في جائزه رسميه، انما في جائزه حقيقيه، ان انا يعني ده تعبير ان مش كل الجمهور هيروح مطار القاهره، بس دي اللقطه دي الصوره الجماعيه دي تعبير على يعني على مدى التقدير للمجهود اللي انتوا قدمتوها. يعني كابتن خطيب وعمري وخالد مرتجي ودكتور محمد شوقي وكل الموجودين يعني بيمثلوا اسره الاهلي كلها. النشاط الرياضي خالد العوضي اكيد. طيب كابتن رضا، حضرتك بتتكلم عن دور الاعلام، انت قلت لي يعني حضرتك قلت لي ان في منشتات وفي جرايد طبعا بتحتفظ بيها، بس لغايه وقتنا هذا انا ممكن اجيب لك يا باشا الجرايد والحاجه دي في حلقات. ها والله اجيب. احنا كنا نقعد، هو كان زمان غير كده، ما كانش في بقى سوشيال ميديا، ما فيش حاجه خالص، هو الجورنال يتكتب فيه اسمك تقطع وتحطها. لو صوره بقى كده جماعيه، لو صوره في المطار، لو صوره بتاع الصورة الجماعية هي ذكرى ليك، على الشاشة ذكرى ليك ولاولادك بعد كده والاجيال اللي جايه. صح، والاجيال اللي بعد شوف ادي بص، ادي التاريخ اهوت، وادي الناس اما عملوا اتقدروا ازاي وتسوي لهم ايه وتعمل لهم ايه، فبتبقى حافز للصغير عشان يبقى زي الكبير، يتعمل يعمل زي الكبير، ودي الحاجات دي محطوطه بقى خلاص، ولا هيقطع جرايد ولا هيقطع حاجه، محطوطه ويخش في اي وقت، سهله يدوس يطلعها تقدر. فده تاريخ. بالظبط، ده تاريخ. طيب المستوى، البطوله الافريقيه، هل اي بطوله قاريه تانية بتواجهها بنفس القوه؟ يعني مستوى البطوله الافريقيه للكره الطايره، هل البطوله الاسيويه، البطوله الاوروبيه، البطوله في باقي القارات،
بنفس المدى وبنفس القوة، ولا الإفريقية برضو داخلة في كاتيجوري ومستوى ما يقلش عن أوروبا؟ لا، هو الأوروبا ده حاجة تانية خالص، رقم واحد، حاجة مختلفة، تمام، فكر تاني ونظام تاني وكلام ده كله. ممكن يكون احنا البطولة الأفريقية القريب ليها البطولة الأسيوية، القريب ليها البطولة الأسيوية، البطولة الأسيوية يليها البطولة العربية، رغم لما دور البطولات دي من أحسن وأقوى البطولات القارية. ليه؟ بيجي فيها أحسن لعيبة محترفة، الدول آسيا ودول الخليج في إمكانيات، فبيجيب أحسن ناس على مستوى العالم. عندنا مثال مثلا في قطر مثلا، تمام، بتجيب لعيبه الهاندبول في احسن لعيبه في العالم، جايب احسن جون عنده مش عارف ايه، بيكسب بيه كل حاجه، فده الموازي له. البطولات العربيه نفس الكلام، تمام، بنفس المستوى، نفس المستوى، وممكن يعني نقول مش عايز اقول اعلى برضه، عشان الدول العربية اللي بتخش عندها إمكانيات فبتجيب لعيبة كويسة، تمام. فهنا يعني الآسيوية والعربية هم أقرب من المستوى البطولة الأفريقي، المستوى الأفريقي. طيب، لسه التغطية مستمرة لكل السادة المشاهدين ولكل المتابعين لقناة الأهلي في كل مكان، ولكن أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد مكملين بحضراتكم التغطيه الخاصه لاستقبال فريق الطايره رجال اللي فاز بالبطوله الافريقيه في تونس، لقب رقم 15 في تاريخ النادي الاهلي، ارقام قياسيه كبيره جدا بتتحقق في الفترات الاخيره. لكن لسه التغطيه مستمره، ولسه رصد الكواليس والافراح والانتصارات واستقبال مجلس الاداره للاعبين والجهاز الفني من مطار القاهره الدولي. لذلك اذهب مباشره للزميل العزيز محمد توفيق وفي لقاءات اخرى، ولكن اتفضل يا توفيق. من جديد مستمرين معك يا محمد، وتغطيه وصول ابطال افريقيا ابطال الكره الطائره النادي الاهلي، ومعانا واحد من نجوم الفريق واساطيره كابتن احمد صلاح. الف مبروك الفوز، اعتقد بطوله غاليه بظروفها بكل الحاجات اللي سبقتها، بس اعتقد كمان القعده مع كابتن الخطيب فرقت كتير جدا معاكم قبل السفر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حاجه اشكر كابتن محمود الخطيب بصراحه على المجهود اللي عمله معانا بصراحه، من اول الفطار اللي عملوه لنا في رمضان لحد النهارده، ما سابش الفرقه ولا يوم، حتى ما كنا في المعسكر، حتى في البطوله يوم يوم يعني ماتش بماتش ويوم بيومه. بشكره، بشكر مجلس الاداره كله بصراحه، كان الدعم كبير جدا 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 الفتره اللي فاتت بصراحه. بقول لهم الف شكر، هو ده النادي الاهلي اللي اتعودنا عليه بصراحه، يعني قال لهم الف شكر، ربنا يخليكم النادي الاهلي ويخليكم للالعاب كلها بصراحه، يعني ربنا يخليكم. تاني حاجه طبعا البطوله كانت صعبه جدا، اكيد طبعا بعد خساره الدوري والكاس دي بتبقى الموضوع صعب جدا. انت رايح كمان تلعب بطوله في تونس والترجي كمان في ارضه وسط جمهوره وعنده 9 او 10 لاعبين في المنتخب، والمنتخب بتاعك متاثر منه اخر بطوله خسرناها في مصر، فالموضوع كان صعب طبعا. لكن احنا كان عندنا عزيمه ان احنا ما ينفعش نطلع من الموسم من غير البطوله، وده انا عمري في حياتي ما حصلت معايا في النادي الاهلي ان انا العب موسم ما اخش فيه بطوله، يعني دي كانت صعبه جدا بالنسبه لي، والفرقه كلها نفس القصه. وقعدنا مع بعض ان احنا هدفنا هو هدف واحد بس، اللي احنا نموت على كل كوره وكل ماتش، لازم نكسب البطوله دي باي طريقه، نرجع بيها نفرح بيها جمهورنا ومجلس الاداره ودي اقل حاجه. ده انا ادينا كابتن محمود الخطيب بصراحه اللي هو عمله معانا، والحمد لله فعلا يعني من اول ما وصلنا لتونس لحد اخر يوم بصراحه كان الالتزام والعهد اللي احنا اتفقنا عليه قبل ما نمشي من القاهره هنا مشي زي الساعه بالظبط، فالحمد لله دي النتيجه فعلا ان ربنا كرمنا وقدرنا نكسب البطوله الحمد لله رب العالمين. فنان يا كابتن احمد، كمان البطوله كانت صعبه، انت بتلعب زي ما قلنا الترجي تقريبا معظم اللعيبه بتونس فيه، وكمان ده حامل اللقب بتلعبه على ارضه، فاعتقد انتوا البطوله خدتوها واحده واحده لحد ما وصلنا الحمد لله للهدف، خاصه المباراه النهائيه، يعني لو فريق غير فريق النادي الاهلي وخسر شوط في اخر لحظه اعتقد كان هيتاثر، لكن انتوا كالعاده عند حسن جمهور النادي الاهلي. والله بص يعني هي كانت بالنسبه لنا احنا كانت الفرقه كلها زي بعض، يعني احنا حاطين في دماغنا من اول لما وصلنا البطوله واتعملت القرعه، واحنا بالنسبه لنا الموضوع كل الفرقه واحد، اللي احنا حاطين في دماغنا ان كل ماتش بطوله، علشان لو احنا ما فكرناش كده هنيجي يقول لك انا ماتش النهارده ضعيف، الماتش النهارده مش ضعيف، فممكن تلاقي المستوى قل، تلاقي الموضوع بقى فيه تراخي في الاداء. لكن احنا كنا واخدين الموضوع بجد من اول وصولنا لحد ما مشينا،
طبعا انت بتلعب الترجي في النهائي، وكان هو حامل اللقب، كان بيلعب نادي الزمالك اخر نسخه يعني، وكان كسبان وجاي احنا بنلعب الاهلي، فهو كان نازل عنده ثقه ان هو الموضوع بالنسبه له انا كسبان منتخب وكسب اخر كام نسخه في افريقيا منتخبات. لكن الحمد لله رب العالمين احنا يعني غيرنا فكرته، هو كمان حتى فوجئ بالمستوى بتاعنا، والحمد لله رب العالمين قدرنا نكسب البطوله، والحمد لله برضو ان الفرقه كانت هي طموحنا اللي احنا لازم نرجع بالبطوله، والحمد لله رب العالمين خدنا البطوله ورجعنا بيها لجمهورنا الاهلي عشان خاطر نقول له ده اقل حاجه اللي احنا نقدر نقدمها لك بعد فقره الدوري والكاس ونصالحك بيها يعني. كابتن احمد يمكن كان معاكم لعيبه كتير صاعده من ناشئين النادي الاهلي، اعتقد انتوا لاعبين كبار كان لكم دور كبير فيهم، واحد معانا يعني واحد من نجوم البطوله عبد الرحمن الحسيني، اتفضل عبد الرحمن. يعني كنتوا بتكلموا في ايه يعني قبل ما اتكلم مع عبد الرحمن، كنتوا بتكلموهم في ايه؟ كنتوا يعني مع تعاليم ومبادئ النادي الاهلي كنتوا بتكلموهم ازاي وعطيتوهم ازاي البطوله دي؟ والله طبعا احنا دخلناهم واحده واحده في اجواء، حتى قبل ما نسافر تونس عبد الرحمن اصلا موجود في الدرجه الاولى بقاله فتره يعني، مش دي اول سنه ولا تاني سنه، بالعكس هو بقى اربع او خمس سنين في الدرجه الاولى بيتمرن وبيلعب ماتشات، فهو ما شاء الله كمان هو لعيب عنده كاريزما كبيره جدا ولعيب عنده خبرات. طبعا اخوه كان معانا في النادي الاهلي محمد الحسيني طبعا كان لعيب جامد جدا، فهي هو بصراحه يعني هو عايز، ودي اهم حاجه في اللاعب اللي هو لما يكون عايز هو عايز يبقى حاجه، هو دي النتيجه، لما بيجي له فرصه بيستغلها، وده اللي حصل محمد لما جه يعني حسيني اول لما جاله الفرصه في الدوري في ماتشات الدوري والكاس بصراحه مسك فيها وادى بشكل كبير جدا، وهو ده اللي احنا مستنينه من اللعيبه الثانيه، واتمنى له ربنا يا رب يكرمه ان شاء الله ويكمل على كده واحسن ان شاء الله، ويبقى هو نجم الكبير بتاعنا باذن الله في النادي الاهلي يعني. استاذ احمد توفيق دايما ان شاء الله. يعني محمد معانا واحد من نجوم البطوله عبد الرحمن الحسيني لاعب النادي الاهلي، يعني الف مبروك الفوز، بطوله كبيره، واعتقد انتوا عند الميعاد، وانت بشكل خاص عبد الرحمن يعني كان اشاده جمهور النادي الاهلي اكيد بتوصلك في تونس. والله يعني الله يبارك فيك، يعني كل حاجه وصلت لنا بصراحه، حب الجمهور كان باين لنا يعني على السوشيال ميديا، الناس كلها كانت بتبارك لنا ومبسوطه بينا، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا بصراحه ان احنا نفرح الجماهير، ما فرقش معانا البطوله فين، في تونس في مصر، كان هدفنا ان احنا نطلع نفرح جماهير نادي الاهلي. يعني الدعم الجماهيري وقعده كابتن محمود الخطيب معاكم في رمضان قبل السفر، كل ده كنت شايفه ازاي؟ والله هو يعني احسن حاجه في النادي الاهلي ان هو دايما بيحاولوا نبص لقدام ويشجعونا. كابتن الخطيب بعد الخساره وقف جنبنا ودعمنا، ودي كانت اهم حاجه بصراحه، وكنا محتاجينها نفسيا ومعنويا ان احنا نطلع ونأدي في افريقيا كويس. عبد الرحمن كلمه اخيره بقى تقولها لجمهور النادي الاهلي، وبقى داخلين على بطوله السوبر بنظامها الجديد، وجمهور الاهلي يعني خد بطوله افريقيا، لكن اعتقد جمهور النادي الاهلي طمعان في مزيد من البطوله. نحب طبعا نبارك لهم على بطوله افريقيا، وان شاء الله ان شاء الله السوبر في الجزيره ان شاء الله. شكرا عبد الرحمن. محمد دي كانت لقاءاتنا مع كابتن احمد صلاح طبعا نجم فريق النادي الاهلي، وعبد الرحمن الحسين النجم الصاعد بسرعه الصاروخ، كلمه ليك دلوقتي ومستمرين ان شاء الله في مزيد من اللقاءات. شكرا ليك يا محمد على هذه اللقاءات الخاصه والحصريه من مطار القاهره الدولي. كابتن رضا، تصريحات مهمه جدا للاعبي النادي الاهلي، في تفاصيل ما بين السطور كده في التصريحات. التصريحات شوف الكبير بيقول ايه على الصغير. التصريحات اللي هو الكبير بياخد بايد الصغير يقول لك ده معايا بقاله 3 4 سنين في الدرجه الاولى، وهو ده اللي هيبقى امل النادي الاهلي وامل منتخب مصر، وخد الفرصه ومسك في الفرصه. يعني لما لعيب كبير زي احمد صلاح يقول على الحسيني هو لسه 20 سنه انت هتبقى امل مصر، ده دفعة كبيرة له ان هو يحافظ على المستوى ده عشان يدي للنادي الاهلي والمصري كل حاجة. الروح اللي ما بينهم ما تقولش ده كبير وده صغير. يخش في وسط اللعيبة بسهولة لو ما لقاش الترحيب ما بين اللعيبة الكبار او اللعيبة القدام واللعيبة الجديدة مش هيوصل للي هو فيه ده. الأجيال بتكمل بعض. طبعا طبعا. وممكن العكس يعني، وفي ناس في حتة تانية الأجيال دي بتبوظ أجيال، بتقضى على الأجيال. لكن احنا لا، النادي الأهلي بيحب الكبير بياخد بإيد الصغير وهو طالع. لأن الكبير برضه لما بدأ لقى الكبير. لقى الكبير بالظبط كده. بالزبط. احنا عملنا كده. يعني احنا عملنا كده كان في جيل طالع صغير منهم ميدو. منهم اخوه هاني، منهم ماجد مصطفى. الناس دي يعني لعبوا معانا في الثمانينات في بطوله مثلا عربيه كنا احنا فيها اول مره 86 كانت في الاردن، وكان هم اول مره يطلعوا معانا.
بعد كده لعبنا 88 افريقيا في الجزائر ما حسيناش بالفرق، هم ما حسوش بالفرق ما بيننا وما بينهم. صحيح. يعني نحاول بقدر الامكان ندخل الناس في وسطينا. بعد كده هم اللي شالوا. مسؤولية يا كابتن. طبعا هم اللي شالوا بعد كده. كده حملوا المسؤولية بعد كده ويكملوا. يكملوا هم اللي كملوا وشالوا. يعني هو المازال دلوقتي والبطولات والسنين اللي فاتت دي كلها هي دي الأجيال اللي طلعت. هي يعني منظومة كلها في النادي الأهلي. الحمد لله. أستاذ سامي تعليق حضرتك برضه على التصريحات ورصدتها إزاي ككاتب صحفي كبير بتاخد برضه التفاصيل اللي ما بين السطور كده في التصريحات؟ طبعا يعني هي مسؤولية متوارثة. متوارثة من جيل لجيل، وده دي سر عظمة النادي الأهلي. يعني أنا ممكن أقول لك أرقام هنا يا أستاذ محمد. اتفضل يا أستاذ سامي. إن تاريخ الكرة الطائرة عمره في النادي الأهلي عمره 90 سنة. 90 سنة. 90 سنة. من 1932 دوري 57 مرة. مشاركة في المونديال 3 مرات. كاس مصر 21 مرة، افريقيا 15 مرة، دي احنا اللي احنا لسه بنتكلم فيها. كؤوس افريقيا 6 مرات، انت بتتكلم 77 بطولة في تاريخ في خلال 90 سنة. فطبيعي جدا ان الاجيال اللي بتتواجد مع الكبار تتعلم كيف تصنع بطولة. كيف تصنع بطولة؟ كيف تصنع بطولة؟ ودي لغة مشتركة بين النجم الكبير والناشئ الصغير، وزي ما سمعنا دلوقتي دي مسؤولية مشتركة، مسؤولية متوارثة للأجيال في النادي الأهلي جيل بعد جيل بعد جيل. فطبعا يعني عم نقول 77 بطولة في 90 سنة، ده يعني انجاز مؤكد، يعني يؤكد ان كيان هذا الكيان مش عادي، كيان النادي الاهلي مش عادي، ده مدرسه وجامعه وكليه وناحيه تربويه وناحيه رياضيه، ويعني في كل المميزات المطلوبه في صناعه الرياضي البطل، الرياضي البطل. وانا باكد على الكلمه دي، الرياضي البطل. يعني مش رياضي وبس، لا، رياضي بطل، وده يعني في كل موجوده في كل العالم الحمد لله داخل الكيان. طيب كابتن رضا، الاستاذ سامي اتكلم في 90 سنه مشوار الكره الطايره داخل النادي الاهلي، يعني عمر وتاريخ طبعا واسماء حفرت اسمها طبعا من ذهب في النادي الاهلي. ولو بنتكلم عن حقبه الثمانينات مع حضرتك، وكان معانا الكابتن شعراوي فتره التسعينات، وكان معانا الكابتن حمدي الصافي وبدايه الالفيه، جيل جديد اهو في الالفيه الجديده اخر مثلا 10 سنين او 15 سنه، وفي اجيال جديده طالعه دلوقتي مع الفريق اللي لسه راجع من بطوله افريقيا. طبعا ده غير بقى جيل الستينات والسبعينات والخمسينات. يعني تقول ايه طيب عن كل ده؟ نقول ده دي ثقافه النادي الاهلي، دي ثقافه بقى، هي دي الثقافه، ودي اللي انت بتخش من ضمن المنظومه، بتخش في وسطيها تمام، بتتعايش معاها. طب قبل ما نتعايش معاها، لان عندك تفاصيل عن الذكريات دي، لكن خلينا كمان في الحاضر دلوقتي طبعا، ونروح لمطار القاهره الدولي مع زميلنا محمد توفيق. اتفضل يا محمد. من جديد مكمل معاك يا محمد، والمره دي بقى من داخل اتوبيس الابطال، ابطال افريقيا للكره الطائره، ابطال النادي الاهلي، ومعايا يعني لاعب لسه زي ما بيقولوا يعني سنه اولى اهلي، كابتن محمد عبد المحسن. الف مبروك البطوله الاولى ليك مع النادي الاهلي. جمهور الاهلي يعني انت عارف طماع، مش هيكتفي بالبطوله الاولى لكن محتاجين كمان مزيد بطولات. قول لي بقى احساسك في اول بطوله، وكلمنا على البطوله فنيا والدعم اللي لقيته قبل البطوله. لا والله الله يبارك في حضرتك، ومبروك طبعا للجمهور ومجلس الاداره، وطبعا مجلس الاداره تعب معانا كتير السنه دي ووفر لنا كل الامكانيات عشان نكسب بطولات، وطبعا ببارك للجمهور الدعم الاول لينا. والحمد لله بطوله كانت صعبه جدا بعد اخفاق النادي الاهلي مش متعود عليه طبعا، ولا جماهير الاهلي متعوده عليه، اللي هو بطولتين محليين اللي هو الدوري والكاس. الحمد لله احنا قبل ما نسافر تونس، قبل ما نشارك في افريقيا، كنا معادين نفسنا ان شاء الله مش هنرجع مصر بالبطوله، والحمد لله ربنا كرمنا وحققنا البطوله الحمد لله. محمد، يعني خساره الدوري والكاس مش بسيطه على فرقه النادي الاهلي، خاصه انكم ابطال مصر على طول. القعده بتاع الكابتن الخطيب قبل السفر كان تاثيرها عليكم ايه؟ لا طبعا، انا لسه جاي السنه فاتت من نادي الزمالك، طبعا النادي الاهلي طبعا مختلف تماما، انك تخسر بطوله في النادي الاهلي دي كارثه.
فالموضوع كان صعب علينا جدا. احنا ما خسرناش بطوله بس خسرنا بطولتين، ولكن احنا كابتن الخطيب قعد معانا طبعا في فطار جماعي قبل السفر بيوم وحفزنا تحفيز كويس جدا، وقالنا احنا وثق فينا ان احنا ان شاء الله نرجع من توز بالبطوله، والحمد لله كنا قد الثقه ورجعنا بالبطوله الحمد لله. الدعم من جمهور النادي الاهلي اكيد كان واصلكم انتوا في تونس سواء على وسائل التواصل الاجتماعي او كمان الرسائل اللي بتوصل للعيبه، كنت شايفين الدعم ده ازاي وساعد ازاي معاكم في البطوله؟ طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا جمهور كبير جدا وجمهور عظيم، ناس محترمه جدا، وده هو ده الدعم الاول للنادي الاهلي عموما في كل الالعاب. طبعا ده طبعا انا شرف لي بلعب في النادي الاهلي طبعا، وجمهور وكان بيشجعني طبعا جمهور النادي الاهلي. طبعا احنا كنا في تونس هناك طبعا كان بيوصل لنا مشاعر الجمهور ان هم نفسهم يفرحوا بالبطوله دي بالذات، لان هي لان طبعا بتبقى البطوله القاريه بتبقى اهم طبعا من اي بطولات، فالحمد لله يعني قدرنا نسعد الجمهور ونحقق البطوله الحمد لله. يعني البطوله يعني المباراه النهائيه بالذات مع الترجي، الترجي حامل لقب، يمكن انت خسرت البطوله العام الماضي مع الزمالك في النهائي امام الترجي، اعتقد كان نفس الفرقه اللي زي ما بنقول ده قوام الاساسي منتخب تونس، المباراه فنيا وانكم تقدروا تحققوا البطوله على الترجي جوه تونس؟ لا والله هو النادي الاهلي طبعا كعبه عالي قوي على فرق تونس يعني الحمد لله. احنا درسنا فرق كويس جدا، احنا عارفين معظم اللعيبه اللي في الترجي لان معظمها لعيبه منتخب، واحنا في المنتخب طبعا عارفين اللعيبه، عارفين بيضربوا فين، عارفين ايه نقطه ضعفهم ونقطه قوتهم. الحمد لله الكابتن ميدو اشتغل كويس جدا في المحاضره قبل المباراه ودرسنا الفريق كويس جدا وقدرنا الحمد لله نكسبهم. كان ممكن الماتش يخلص 3-0 ولكن احنا ممكن يكون بس ايه استعجلنا على المكسب وتسرعنا، لكن الحمد لله ربنا كان عايز يحل المكسب، يعني يحل المكسب ويحل البطوله وطعم البطوله، فالحمد لله ربنا كرمنا في الاخر البطوله الحمد لله. محمد دي اول بطوله كان جمهور النادي زي ما قلت دايما عايز بطولات، بطوله السوبر اللي جايه بنظامها جديد دوره مجمعه ثلاثيه، تقول لي الجمهور النادي الاهلي بتوعدهم بايه في البطوله؟ لا لا باذن الله طبعا الجمهور طبعا استحملنا كتير الموسم دوت، احنا زعلناهم طبعا وسبب خساره البطولتين محليتين، طبعا الجمهور النادي الاهلي مش متعود انه يخسر دوري او يخسر كاس في نفس السنه، ولكن الحمد لله ختمهم مسك زي ما بيقولوا كده، حققنا لهم بطوله قاريه كبيره جدا بطوله افريقيا، وان شاء الله باذن الله احنا بنيابه عن زمالك انا بوعدهم ان شاء الله باذن الله ببطوله السوبر ان شاء الله باذن الله، والسنه الجايه ان شاء الله باذن الله بالرباعيه باذن الله تعالى باذن الله. شكرا محمد ودايما موفقين. يمكن مكمل محمد يعني واحد من نجوم الفريق على مدار جميع المباريات، محمد رمضان ليبرو الفريق. يعني محمد يعني كلمني بقى على البطوله واجواء البطوله وفنيا كمان، وتكسبوا الترجي في النهائي في تونس اعتقد بطوله كانت صعبه جدا. بصراحه طبعا يعني الف مبروك للنادي الاهلي طبعا وجمهور النادي الاهلي. البطوله كانت صعبه بالذات بعد اخفاء الدوري والكاس، الحوار كان صعب بالنسبه لنا وكان علينا ضغط عصبي ونفسي اللي احنا لازم نرجع بطوله افريقيا، فالحمد لله اللي احنا رجعنا للبطوله، يعني دي اهم حاجه عندنا يعني ونفرح الجمهور بتاعنا. يعني شخصيه البطل وكلام كابتن خطيب معاكم انكم ابطال واحنا بندعمكم، وان البطل لازم في وقت الهزيمه يتماسك ويقوم بسرعه، وهو ده اللي بيفرق بين الفريق البطل عن الفريق اللي مش بطل، ده يعني قول لي تاثيره كان عليكم ازاي وانتم مسافرين تونس؟ طبعا طبعا يعني بشكر كابتن محمود الخطيب طبعا على الدعم بتاعه، هو ادينا ثقه، يعني هو قال لنا يا رجاله انتوا 14 لاعب لازم ترجعوا البطوله، يعني بعد الاخفاء ده قال لنا لازم ترجعوا البطوله، واحنا كنا قد يعني قد كلمته يعني، وبصراحه كنا بنصالحه يعني بنصالح الجمهور وبنصالح مجلس الاداره وبنصالح برده كل حد جه علينا برده في الفتره اللي فاتت دي، بس صالحناهم يعني اهم حاجه اللي احنا صالحنا الجمهور. اللي جاي بقى الجمهور مستني منكم كتير، اللي جاي شافه ازاي وتقول عليه؟ لا ان شاء الله اللي جاي يعني ان شاء الله هيكون حاجه غير، يعني البطوله الافريقيه دي ادتنا دفعه اللي احنا ان شاء الله السنه الجايه الدوري والكاس وبطوله عربيه وبطوله افريقيه هيكون في النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا محمد ودايما موفقين. محمد ضيع كان جزء من لقاءاتنا من داخل اتوبيس فريق الابطال فريق النادي الاهلي ابطال افريقيا للكره الطائره، الكلمه ليك وان شاء الله مستمرين ومزيد من اللقاءات. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق، ولقاءات مهمه جدا مع اللاعبين سواء في المطار او حتى في الاتوبيس عقب المغادره من مطار القاهره الدولي. كابتن رضا كنت بتتكلم على الانجازات التاريخيه والاجيال والفرصه، كانت في تصريحات مهمه دلوقتي كمان مع عدد من اللعيبه. الاثنين اللعيبه محمد رمضان ده ليبرو الفريق ده، نطلع من محور الكلام اللي احنا برضو من نفس الاجمالي في نفس الاطار ان اللعيبه كمان جديده مع الفريق ويكسب بطوله اول مره ويخش في الفرقه والاجواء اللي هو شافها والاجواء في تونس والجمهور واللي كل حاجه بجانب الاحتفاليه والدعم اللي هو خدوه من قبل السفر، فهي دي النقطه المهمه لكل الناس بتتكلم عليها واحنا بنتكلم عليها اكتر من مره، وهي دي الاساس او هي دي مفتاح الفوز.
لكن اللعيب محسن ده سنتر بلوك ده ده اول بطوله له داخل النادي الاهلي، وعشان هو لسه جاي من بره وجاي منضم جديد للنادي ويشارك مع النادي الاهلي ودخل في وسط اللعيبه مع النادي الاهلي وربنا كرمنا وكسبنا البطوله. يعني ده الاجمالي الكلام اللي هما الاجواء داخل تونس كانت صعبه وما قبل السفر اصعب، وتحملوا المسؤوليه وتعهدوا وتكتفوا على انهم ياخذوا البطوله ويهدوها للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. في لعيبه حضرتك بتتكلم عليهم وهم بيصرحوا بيتكلموا عن المباراه، عارف تفاصيل فنيه كمان ليهم في ادائهم؟ طبعا ما هو بيتكلم يعني مثلا في حد منهم اشتغل معاك قبل كده او كان معاك في التدريب؟ طبعا انا مرنتهم يعني صلاح عبد الله والناس دي كلها. لا انا بتكلم على اخر اللقاءات الاخيره ديت، اخر لقاء اللي هو ده من رمضان رمضان ده صغير خالص ده طبعا. لا هو بيتكلم الفني انه فرقه الترجي من اقوى الفرق في تونس مظبوط، اللي هي بتضم اكبر عدد من اللعيبه المنتخب ده فيهم لعيب مركز 2 حمزه ده من احسن لعيبه في افريقيا. انت قدرت بالشغل والفني والتحليل بتاعك الاداء التحليلي للمباريات بتاعتهم قدرت توقفه، خرجته من المباراه، اجبرت المدرب الفريق الترجي انه يخرجه من المباراه وينزل واحد تاني. فدي نقطه برضو ايجابيه لينا اللي احنا قدرنا من خلال الفن بتاعنا المحلل التقني بتاع الفريق اللي هو محمود الوزير انه بيطلع لنا السلبيات، احنا استغلينا السلبيات دي اشتغلنا عليها نفس القصه في الـ في الـ في الـ في السنتر بلوك. يعني بيتكلم كمان هو ان هو عنده معد من احسن معدين برضه في تونس، وبيقول ان هو كسب مصر في مصر في القاهره وطلعوا الدوره الاولمبيه واحنا ما خسرنا ما تأهلناش. فانت عشان انت كنادي اهلي وتكسب الاجمالي ده من اللعيبه دي بتاعه المنتخب داخل فريق واحد ده بالنسبه لك انت كسرت حاجز كبير جدا 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 ليك، واداك دفعه كويسه هنا للمنتخب عشان انت في 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 في, في لقاءات جايه للمنتخبات. يعني في لقاءات جايه في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم جايه في الشهور القادمه، وهي دايما المنافسه كمان يا كابتن استاذ سامي مع تونس مباشره سواء حتى تصفيات مؤهله للدوره الاولمبيه، تصفيات مؤهله لكاس العالم، حتى مباريات كاس افريقيه على مستوى المنتخبات دايما تبقى المنافسه القويه مع تونس. مسلسل مستمر طبعا مستمر. يعني بين مصر وتونس، كره طايره في مصر وتونس بشكل خاص جدا وده دليل على مستوى اللعب في الدولتين في مصر وتونس، وان الانجاز اللي اتحقق مع النادي الاهلي ده مش انجاز سهل. يعني مش مجرد انا رحت افريقيا ورجعت ببطوله، لا ده انا جايبها من فم الاسد. يعني زي ما قال الكابتن رضا احسن لعيبه ومنتخب بحاله في فرقه واحده، وبتقدر يعني تكسر شوكته في ملعبه بين جماهيره، دي انجاز مش قليل يعني لازم يكون حط في الاعتبار، واتمنى انه نبني عليه يا استاذ محمد. مهم جدا نبني عليه كمان صح، ده المهم. عندنا دوره باريس قريبه جدا والتصفيات المؤهله لدوره كاس العالم. دوره باريس اعتقد خلاص سنتين 24 سنتين فيعني ده استهداف مبكر جدا لازم ليها كام شهر في كاس عالم للفولي الطايره الفولي قبل الدوره الاولمبيه على طول قبل الدوره شهرين اللي هم يعني مثلا ممكن شهر 9 ممكن 10 فلازم ناخد من الانتصار ده ان انا يعني هي مدرستين في منتهى القوه في افريقيا مصر وتونس، لازم نلعب يعني اللي حصل النهارده في تونس والانجاز اللي اتحقق مع النادي الاهلي
لازم نبني عليه لما هو قادم على مستوى المنتخبات. كابتن مصطفى ميدو اعتقد برضو قال الجزئيه دي، قال لك 2017 لما فزنا استمرنا على نفس الانجازات دي 5 سنين، فواضح ان حتى الاستراتيجيه في فكره البناء على النتائج الطيبه بالزبط. موجوده داخل النادي الاهلي وداخل الاجهزه الفنيه، بس نربي في نفوس لاعبتنا هذا التحدي. يعني احنا شفنا لقاءات مع نصر جديد دلوقتي وعدة بشهادة مدربيها، فدي مهمة جدا ان احنا نكمل معاهم والغيرهم اللي طالع عشان ما نحصلش ضرب تاني. وطبعا طالما النادي الاهلي في المقدمة وفي الصدارة انا متفائل على كرة الطائرة المصرية بصفة عامة. متفائل يا كابتن رضا؟ طبعا متفائل متفائل بدرجة امتياز طبعا. ليه؟ احنا المنافسه دايما احنا بينا، انا كل ما اجي لحضرتك لازم يكون معايا لقاء. ماشي مفيش مشكله. اروح من تاني لمحمد توفيق ورصد الكواليس والفرحه من الحافله واتوبيس فريق النادي الاهلي عاقب المغادره من مطار القاهره، وقدامنا اهو معاه الكاس بقى، كاس البطوله الافريقيه. اتفضل يا محمد. يعني يا محمد راجع لك المره دي يعني ومعايا اغلى هديه بقى بكاس البطوله ال15 لبطوله الطايره للنادي الاهلي ابطال افريقيا. اعتقد يعني يليق بيهم التكريم، ابطال فعلا عظام في اصعب الظروف، يعني دعم مجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي ليهم كانوا هم فعلا جادرين بيه، وكان عنده قد ثقه جمهور النادي الاهلي فيهم، ورجعوا من تونس باغلى كاس. معانا كابتن محمود جمعه مدرب الفريق. يعني كابتن محمود الف مبروك الفوز، بطوله غاليه وبطوله صعبه خاصه في ظل توقيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول الحمد لله طبعا على البطوله، بطولة غالية وجت في وقت صعب علينا. احنا كنا ماشيين من مصر وعندنا اصرار ان احنا نصالح مجلس الادارة ونصالح جمهورنا ببطولة افريقيا بعد خسارة الدوري والكاس. الحمد لله ربنا كرمنا، اللعيبة كانوا رجالة عملوا اللي عليهم وزيادة، ففي الاخر ربنا كرمنا بمجهود اللعيبة وتعبهم معنا. قعد الكابتن خطيب بنخسر دوري بنخسر كاس، بيقعد معاك بيقول لكم انتوا ابطال والفريق البطل بيقوم بسرعه ومستنيين بطوله افريقيا، الكلام ده كان اثر عليكم ايه؟ والله بص، هو كابتن الخطيب ومجلس الاداره بصراحه ما اثروش معانا في اي حاجه. كابتن الخطيب بيساندنا دايما، بعت لنا واحنا في تونس كابتن خالد مرتجي. كابتن خالد مرتجي وصل لنا رساله وكلمه في التليفون، وكلمنا في التليفون اطمن علينا وقال لنا محتاجين ايه. يعني بصراحه ما كانش متاخر علينا، كان متابعنا جدا. كابتن خالد مرتجي وصل لنا رسالته. بعد كده جانا الكابتن الاستاذ محمد ضماطي. مجلس اداره كان بيتابعنا خطوه بخطوه، ما تاخروش علينا باي حاجه، اي حاجه كان الفريق محتاجها كانوا بيعملوها. كابتن خالد العوضي يعني انا في حياتي ما شفتش كده، احنا اللي بنجري وراه، هو دايما سابقنا بخطوه. اي طلبات الفريق مجابه على طول وفورا، فبنقول لهم متشكرين، يا ريت نكون ردينا جزء صغير من جمايلكم علينا. كابتن محمود، على البطوله فنيا البطوله اعتقد ما كانتش سهله، انتوا خدتوها ماتش ماتش لحد ما وصلنا للمباراه النهائيه وقدرتوها بشكل اكثر من رائع بالتعاون مع كابتن ميدو مصلحي. يعني فنيا بقى كلمنا عن البطوله وازاي قدرتوها مع مجموعه اللاعبين الرائعين. والله الحمد لله، هي البطوله بدات يعني مشيناها خطوه خطوه. بدانا كان في المجموعه فريق ليبيا الفريق المنظم، كسبناه الحمد لله 3-0، بعد اللي لعبنا الفاب الكاميروني. الماتشات كانت تقدر تقول ماشيه بتسلسل الطبيعي اللي احنا كنا متوقعينه، بس هو كان ليبيا المنظم ده اللي في الاول كان معانا ماتش كويس. بعد كده لعبنا فرقه من اثيوبيا، وبعد كده من نيجيريا، وبعد كده من الكاميرون، وبعد كده مسك الختام مع الترجي. فالحمد لله على النتيجه وعلى البطوله. جمهور النادي الاهلي والدعم اكيد والدعم كان وصلكم انتوا في تونس. لا، ده جمهور الاهلي ده حاجه ثانيه لوحده. احنا بنتاسف لهم على خساره الدوري والكاس السنه دي، وبنحاول نقول لهم سامحونا وبنصالحكم ببطوله افريقيا واللي جاي احسن. وده جمهور الاهلي نمره واحد. بطوله السوبر بنظامها الجديد اعتقد جمهور النادي الاهلي يعني ان كان صالح ببطوله افريقيا فلسه مستني زياده. ان شاء الله رب العالمين نحاول نوعدهم ان احنا نبقى على قد المسؤوليه. بطوله السوبر ان شاء الله نجيبها للنادي الاهلي، دي حاجه مش جديده علينا. اللعيبه دي لعيبه بطولات ولعيبه رجاله، ان شاء الله نصالح الجمهور ببطوله السوبر، ويبقى ده برضو حاجه بسيطه مع بطوله افريقيا، ردا على الدوري والكاس اللي هم كانوا زعلانين مننا. بنقول لهم ما تزعلوش، حقكم علينا، ان شاء الله افريقيا والسوبر يعوضوكوا خير. شكرا محمود لكم جميع البطولات اللي جايه. يعني واحد من الجنود المجهولين في الفريق النادي الاهلي الدكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال الفريق، يعني الف مبروك الفوز، ادائكم وشغلكم كان باين، والحمد لله ربنا كلل تعبكم النهارده بالبطوله بشكل عام وفزتوا باللقب. الله يبارك في حضرتك. والاول احنا بنعزي الدكتور محمد سراج الدين
وبجد طبعا كانت الموضوع شق علينا جدا ان احنا كنا خارجين ضنع يعني، خدنا يوم العيد بس الاجازه وبدانا على طول تاني يوم اتمرنا الصبح وسافرنا بالليل ورحنا هناك اتمرنا على طول، احنا تقريبا اتمرنا 15 يوم متصله، بالاضافه ان البطوله بعد ما حصل اجتماع فني حصل فيه تغيير، فده كله كان بيأثر على الاحمال البدنيه. احنا اشتغلنا 15 يوم متصله، فكنا بنحاول انا وكابتن ميدو ان احنا نوازن ما بين الاحمال التدريبيه اللي او الجرعات التدريبيه اللي احنا بناخدها وما بين عمليات الاستشفاء بمساعده الدكتور سامح طبعا ظلام. فطبعا كان في كونكت ما بيننا احنا الثلاثه يعني، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نوصل للماتشات الاخيره واحنا في احسن حاله، والحمد لله ده يعني ظهر. احنا لعبنا ماتش الترجي اللي هو يعني فرقه قويه جدا ما شاء الله، فرقه مش قليله خالص، احنا لعبناه كان الماتش الرابع على التوالي يعني، كان اليوم الرابع على التوالي ماتشات متصله، والحمد لله يعني زي ما حضرتك شفت احنا الماتش كان يخلص 3-0 ويعني والحمد لله طلعت نتيجه يعني جميله جدا، وكان الاداء باين على الناس والناس كلها واقفه على رجليها الحمد لله، وما فيش عندنا اي اصابات. فيعني الحمد لله بنشكر ربنا في الاول وفي الاخر، وبنهدي طبعا البطوله دي الاول للدعم الكبير لنا كابتن محمود الخطيب بجد يعني، بنشكره هو اعضاء مجلس الاداره وكابتن خالد العوضي على دعمهم لينا بعد الدوري والكاس، وان هم وقفوا في ظهرنا كويس جدا جدا جدا، ويعني يعني بجد يعني الدفعه بتاعتهم هي اللي خلتنا فعلا ان احنا وقفنا على رجلينا الفتره دي، وكنا عندنا اصرار ان احنا نحقق حاجه عشان ما نخذلش الناس دي. الناس دي لما وثقت فينا وودتنا البوش الجامد ده، احنا كنا بنحاول نعمل كل ما في وسعنا عشان نفضل يعني نوصل لافضل حاجه، والحمد لله يعني ربنا كلل تعبنا في الاخر ويعني وخدنا البطوله الحمد لله. شكرا يا كابتن، ومتمنين منكم ان شاء الله المزيد، وان شاء الله النادي الاهلي يرجع لمكانته طبيعيه ورقم واحد في كل الالعاب. محمد دي كانت تغطيتنا وكواليسنا لعوده فريق النادي الاهلي ابطال افريقيا للكره الطائره، اعتقد يعني احسن هديه الفريق جابها لجماهير النادي الاهلي هي كاس البطوله اللي قدامك ده محمد، واللقب ال15 في تاريخ النادي الاهلي. يا رب دايما النادي الاهلي في بطولات ودايما النادي الاهلي يبقى في المقدمه رقم واحد. الكلمه يا محمد اتفضل. شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد توفيق على هذه التغطيه وعلى هذه اللقاءات الخاصه والحصريه من مطار القاهره الدولي، صاله الوصول وفي الحافله والاوتوبيس المتجه بالتاكيد من مطار القاهره الى مقر النادي الاهلي بالجزيره عقب الوصول للقاهره بعد الفوز بالبطوله الافريقيه. يمكن كلام مهم جدا، والتعليقات والتصريحات انا شايفها يتعمل منها منشتات يا استاذ سامي. هي طبعا يعني كلها دروس يعني، فرحه مكننه يعني، مش لان طبعا الاهلي معتاد على البطولات من ناحيه وتقدير واضح جدا من كل فرد في البعثة لمجلس الإدارة ودوره المساند الأهلوية بهذه البطولة، عوضا عما سبق من تراجع في الأداء والنتائج. فأنا شايف أن كل أعضاء بعثة الأهلي في اللي شرفونا باللقب الأفريقي عندهم احساس بمسؤوليه عاليه جدا يا استاذ محمد، وده يعني يكفي ان هم يعني فاهمين من البدايه ان هم رايحين يجيبوا لقب، يعني دي واضحه جدا، وده مش جديد على ابناء النادي الاهلي ولاعبته، فبالتالي انا شايف ان لهم كل التقدير والشكر على جهدهم في البطوله اللي يعني كانت فيها اشواك كثيره، يعني كان فيها اشواك ان في تونس قوه ضربه بالتاكيد في العاب الصالات كمان، في العاب الصالات وكره الطائره بشكل خاص مع جماهير مش عاديه ومتحمسه جدا، وانا يعني بسجل هنا لقطه ان الجماهير اللي كانت واقفه يعني مع الترجي دي ضربه بضربه اختفت مع الضربة الأخيرة وتركت الصالة لعبة الأهلي وجهاز الفني اللي احتفلوا باللقب، وده أكيد شرف أكيد يعني أي حتى لو الجماهير مش موجودة. كابتن رضا الغزالي كلمة أخيرة لو تحب نختم بها التغطية الخاصة والمتابعة الحية لكل كواليس وصول البعثة. نقول ألف مبروك وحمد لله على السلامة، شرفتونا وشرفتوا النادي الاهلي، وشكرا جزيلا لكم، وشكرا لمجلس الاداره، وشكرا للجماهير، وشكرا لكل القائمين على النادي الاهلي.
شكرا جزيلا لحضرتك، واسف قطعتك كتير، بس كل ما كل نيجي نتكلم نروح للمطار على طول. شكرا جزيلا ليك والف مبروك ان شاء الله دايما كده. الله يخليك. نجتمع على البطولات والتكريم، وان شاء الله باذن الله البنات يعملوا حاجه ان شاء الله، او فريق السيدات او النساء ويكسبوا البطوله زي الاولاد ان شاء الله، ونبارك لهم برضه. استاذ سامي عبد الفتاح، كلمه اخيره نختم بها الحوار. يعني انا يعني اشكرك واشكر قناه الاهلي ان اتاحت لي هذه الفرصه المشاركه في هذه الاحتفاليه، لان طبعا انا عاشق لكره الطائره بجانب كره القدم اكيد، بس عاشق لكره الطائره واجيالها المختلفه، فاللقب اسعدني كتير، وخصوصا ان جه بعده لقب اخر بالسوبر كرة السلة في سوبر الدوري السوبر لكرة السلة، وكان سوبر في كرة اليد يعني بطولتين في ساعتين، وبكره نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد إن شاء الله. إن شاء الله لقب ثالث وبعده اللقب الرابع 11 لكرة القدم بإذن الله. نورتونا وشرفتونا وألف ألف سعدنا بيك والله يا محمد باشا، وربنا يكرمك كده دايما إن شاء الله في الأفراح. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، ولكن قبل الختام عايز بالتاكيد اوجه خالص التعازي والمواساه للمهندس محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي في وفاه والده سياده اللواء زكريا سراج الدين، ربنا يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته باذن الله. شكرا لحضراتكم، والى اللقاء في تغطيات اخرى وانتصارات وبطولات ان شاء الله للنادي الاهلي على جميع المستويات وفي جميع الالعاب. شكرا والى اللقاء. احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال.